بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وحلقة تانية الحقيقة من برنامج الأهلي في المونديال. الحقيقة امبارح كانت أولى حلقات هذا البرنامج. أولا طبعا وكالعادة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على ردود الأفعال اللي جت لنا امبارح على هذه الحلقة أو بداية هذا البرنامج. كالعادة الحقيقة ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنعرض لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي، أيضا من خلال برنامج الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال السنة دي مختلف في كل شيء، مختلف في أن النادي الأهلي بيلعب في الإمارات، عندنا ظروف كثيرة جدا وعندنا أمور كثيرة جدا، ولكن البرنامج دائما يظل مختلف بنجومه الكثيرين اللي موجودين الحقيقة خلال أو على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة أو امبارح كان معايا الحقيقة كابتن أيمن شوقي في أولى الحلقات، النهاردة هيكون معايا أحد أهم نجوم النادي الأهلي في العصر الذهبي أو في بداية الألفينات، وواحد من النجوم اللي أحرزوا أهداف كثيرة جدا جدا خلال الفترة السابقة سواء في الملعب أو خارج الملعب مع قطاع الناشئين، وبطل برنامج الأشبال النجم الكبير كابتن أسامة حسني اللي هيكون النهاردة طبعا أو سيكون سيقدم برنامج الأهلي في المونديال من خلال الحقيقة الأحداث اللي بتحصل كلها. ازيك يا سمس؟ أهلا بك يا كابتن إسلام، وبتشرف أن أنا موجود معك النهاردة على قناة الأهلي. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وثاني حلقات الأهلي في المونديال. لما نقول برنامج الأهلي في المونديال يعني بنقول لكل جماهير الأهلي تعالوا على شاشة قناة الأهلي، لأن النادي الأهلي هو الممثل الوحيد في هذه البطولة للكرة المصرية ولقارة أفريقيا. دائما وأبدا النادي الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية. بنقول النادي الأهلي يعني 7 أو إن شاء الله المشاركة 7 في كأس العالم للأندية، وكمان رقم جديد لما النادي الأهلي هيلعب أمام مونتير المكسيكي، رقم جديد سيضاف في تاريخ النادي الأهلي، هيكون الأكثر مشاركة في عدد المباريات في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا يعني حضرتك لعبت في كأس العالم للأندية وأنا لعبت في كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية مختلف، تحس أن أنت دايما أو أنا ما لعبتش قبل كده في كأس العالم للمنتخبات، ولكن حسيت أن أنا لعبت في كأس العالم للمنتخبات لما لعبت مع النادي الأهلي. أنا لعبت مرتين في كأس العالم للأندية وحسيت أن واحنا في اليابان لو تفتكر طبعا هذه الايام اليابان وش الساعة اليابان وش الساعة بالفعل، وكانت ايام جميله جدا وستظل دائما ايام جميله. يمكن الظروف اليومين دول صعبه جدا يا اسامه في ظل غيابات كثيره جدا، ولكن كلمات الكابتن محمود الخطيب امبارح في تصريحاته اللي قالها ان مصر اولا، كلمات مهمه جدا علشان كانت في ناس خلال ما قبل هذه الفتره وما قبل هذه التصريحات كانت دائما بتقول ايه، يعني كانت بتزايد بشكل او باخر على النادي الاهلي، وانت احد نجوم شاشه قناه الاهلي وكنت دايما بتدافع عن هذا الامر، وكلنا الحقيقه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كلمات الكابتن خطيب عن انه مصر اولا هي الاساس اللي هنمشي عليه او هي الاساس اللي دايما بنبني عليه خلال الفتره اللي جايه. لما بنقول مصر اولا احنا مش بنقولها كلام، ده احنا بنقولها بالفعل. النادي الاهلي دايما هو زي ما احنا بنقول النادي الاهلي نادي الوطنيه، نادي الوطنيه علشان احنا بنشوف النهارده النادي الاهلي اللعيبه المهمه اللي هي كانت ممكن النادي الاهلي محتاجها في الوقت ده، لا النادي الاهلي بفضل مصلحه منتخب مصر اولا في بطوله مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره امام الكاميرون، مباراه صعبه لكن عندنا رجاله قدها وقدود. قبل كده شفنا في الاولمبياد بطوله ما كانتش مدرجه تحت الاجنده الدوليه، كان ممكن النادي الاهلي يستعين باللعيبه بتاعته، لكن النادي الاهلي بيفضل برضه مصلحه منتخب مصر الاولمبي، كان موجود عناصر مهمه جدا. شفنا وقتها محمد الشناوي احد الركائز الاساسيه، اكرم توفيق، يعني مش عايز انسى اللعيبه. والنادي الاهلي يا كابتن اسلام يعني سبب فقد الدوري السنه اللي فاتت برضه هي حته النادي الاهلي بيضحي عشان مصر. فاحنا لما بنقول النهارده مصر اولا النادي الاهلي فعل قبل ما تكون كلام، او زي ما شفنا امبارح الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته يقول مصر اولا، فعلا بيضرب المثل بالفعل قبل الكلام. طيب بما اننا بنتكلم عن منتخبنا الوطني يا اسامه، شايف مباراه بكره ازاي؟ لانها بيني وبينك مباراه صعبه جوه الملعب وبره الملعب، يعني احنا نقدر نتكلم اكتر عن جوه الملعب، لكن وانت عارف كويس جدا لان احنا
ياما واجهنا مثل هذه الظروف سواء مع المنتخب او مع النادي، جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه. حتى الان حتى الان الشكل العام اللي احنا شايفينه ان الامور جيده، ان كل الاخبار اللي جايه من بعثه منتخبنا الوطني من الكاميرون بتقول ان الامور خارج الملعب حتى هذه اللحظه جيده. هي يعني مباراه التصريحات خارج الملعب زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسلام، وبرده هتكون داخل الملعب. خلاص انت بتقفل الملف بتاع التصريحات بكره مع نزول اللعيبه للتسخين. نادي منتخب مصر بيمر برضه بظروف صعبه، عنده احد الركائز الاساسيه عنده احمد حجازي، وهو من يعني من المدافعين اللي عاملين بطوله هايله جدا. بكره منتخب الكاميرون بيمتاز بالكرات العرضيه، كان هيفرق معانا وجود احمد حجازي، لكن ان شاء الله الونش موجود، ايمن اشرف موجود، محمد عبد المنعم اللي احنا كنا هنا سلطنا الضوء عليه في قناه الاهلي في برنامج الاشبال الضوء عليه، ودلوقتي ما شاء الله احد الركائز الاساسيه في منتخب مصر. فبكره ان شاء الله رجالتنا قدها وقدود، ان شاء الله يقدروا يصنعوا المستحيل. التحكيم وبكاري جسامه، الملعب، الجمهور، لكن ان شاء الله عندنا احنا الهدف الاكبر. مش عايزين نتكلم عن بكاري جسامه ومش عايزين نتكلم عن اي حاجه، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بكره يكون منتخبنا الوطني في الموعد ويستطيع ان يفوز ويصل الى المباراه النهائيه ويفوز كمان بهذه البطوله، ويستطيع الحقيقه منتخبنا الوطني ان يرسم البسمه على شفاه كل الشعب المصري. منتخب مصر يا كابتن اسلام كان في انتقادات في اول مباراه منتخب نيجيريا، بعد كده دخلنا بعد كده على مباراه غينيا، بعد كده السودان، لكن انا حسيت ان منتخب مصر بدا يدخل في البطوله ويحصل التركيز الذهني من مباراه كوت ديفوار. مظبوط، مباراه كبيره جدا ادت الثقه للاعبي منتخب مصر وللجهاز الفني. الجهاز الفني كان محتاج الثقه برضه، كان محتاج التفاف الجماهير كلها حوالين منتخب مصر. المباراه دي كانت ضربه البدايه في البطوله، انك تفوز امام منتخب مرشح للفوز بالبطوله. بعد كده منتخب المغرب برضه ايضا من المنتخبات القويه اللي كانت برضه مرشحه للفوز بالبطوله، انك تقصي فريقين كبار زي كوت ديفوار والمغرب، اكيد ده بيدي ثقه للاعيبه، بيدي ثقه للجهاز الفني، بيعمل التفاف جماهيري كبير حوالين منتخب مصر زي ما شفنا في 2006 و2008 و2010. الحقيقه كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يا اسامه ان شاء الله بكره في المباراه الهامه جدا والصعبه جدا. أكيد. سواء جوه الملعب او بره الملعب. خلينا بقى نروح لبعثه النادي الاهلي وامور كثيره جدا، والبعثه الحقيقه دايما بعثه النادي الاهلي لما بتوصل الى اي مطار في العالم الحقيقه دايما بتجد زخم كبير جدا وامور كثيره جدا بتحصل. الجمهور المصري امبارح ومتابعته للشعب او متابعته لبعثه النادي الاهلي وشعب النادي الاهلي اللي احنا دايما بنحب نتكلم عنه، الحمد لله والشكر لله قناه الاهلي الحقيقه قايمه بدورها وعلى اكمل وجه الحقيقه من امبارح لغايه النهارده. يمكن طبعا الناس كلها مشغوله مع المنتخب، ولكن واحنا كمان الحقيقه وبنتكلم دايما عن المنتخب، ولكن دايما لازم نحط النادي الاهلي ونقول لكل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشته انه دايما اقعد اتفرج على اي حاجه بتحصل في بعثه النادي الاهلي طول النهار النهارده يا اسامه الحقيقه في كل برامج التغطيه صراحه مميزه جدا. يعني حتى جمهور النادي الاهلي في كل لحظه كانك موجود في المعسكر في الامارات. شفنا طبعا بنشكر الناس هناك كلها على الاستقبال الرائع، وده مش غريب على دوله كبيره زي الامارات، استقبال دايما رائع النادي الاهلي لما بيكون موجود هناك. شفنا اخر مره كابتن محمود الخطيب في جائزه محمد بن راشد للابداع. أيوه. في استقبال كبير ليه برضه بعثه النادي الاهلي والجهاز الفني والتفاف جماهيري كبير هنشوفها. كابتن اسلام احنا بنقول الجزيره الاماراتي موجود في البطوله، الجزيره الاماراتي هيشارك بكره وهيلعب في اول مباراته، بنتمنى له كل التوفيق، لكن هتشوف برضو مباريات النادي الاهلي في البطوله هتلاقي لها طابع مختلف، الالتفاف الجماهيري الكبير وجمهور النادي الاهلي اللي دايما موجود في كل مكان ان شاء الله هيكون ليه تاثير كبير رغم الصعوبات الموجوده في النادي الاهلي الفتره دي. يا رب ان شاء الله. احنا اتكلمنا كتير عن ان هناك صعوبات، ولكن برضو كان كلام الكابتن خطيب، واحنا دايما رئيس النادي بالنسبه لنا هو اللي دايما بيبقى بيضع السياسه اللي احنا دايما بنمشي عليها وبنتكلم عليها واحنا مقتنعين، لانه الحقيقه الكلام اللي قاله الكابتن محمود ان هو كل اللاعبين اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي احنا بنثق فيه، وده الكلام اللي قاله النهارده بالمناسبه بيتسو موسيماني. ان انا عندي 22 لعيب، وطبعا لان كان واضح جدا ان هناك اتفاق على ان المجموعه اللي موجوده ناقصنا 8 او 9 لاعبين، ولكن المجموعه اللي موجوده ان شاء الله يكون فيها الخير. اكيد. فاكر اول كاس عالم انديه للنادي الاهلي؟
الله على الجمال. انت بقى هنقعد نفكر في حاجات عايز ارجعك للذكريات الحلوه ونقعد نتكلم عن ذكريات حلوه لم تكن المشاركه الجيده لم تكن المشاركه جيده، ولكن في نفس الوقت يا اسامه انا كنت بشوف ان هي حاجه ضخمه جدا بالنسبه لنا، كنا رايحين مذهولين. حدث كبير يا كابتن اسلام وقتها، حتى انا فاكرين كل التفاصيل. الزي الرسمي وانت بتلبس البدله لاول مره ورايح بعثه رسميه في كاس العالم للانديه، شايف الغلاف اللي موجود قدامنا ده ده مجله الاتحاد لسه الدولي لسه عندي محتفظ بيه طبعا وشايفين سيدني وشايفين ليفربول وشايفين ساو باولو الاهلي الاتحاد بطل اسيا، يعني انديه كبيره واسم النادي الاهلي يتحط في وسط الانديه دي شرف كبير للنادي الاهلي. القايمه دي قايمه الفريق شايف حضري، امير عبد الحميد، نادر، اسلام انا الشاطر، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، عماد النحاس، احمد السيد، جمعه، حسن مصطفى، مين، عادل، رامي عادل، عمرو، بقيه اللاعبين، عمرو احمد فتحي عبد الله. فاكر الاسم ده وانا بسالك على الهوا دلوقتي؟ عمرو عبد الله، عمرو احمد فتحي عبد الله، عمرو كان ناشئ، لا عمرو احمد، امال مين؟ عمرو احمد الواحد كبر في السن، لا في الزهايب. لا انت لسه شباب. عمرو سماكه، عمرو سماكه، ايوه صح. اصل عمرو ده قليل، عمرو سماكه ده من اللعيبه الجامده جدا، بس كان ظلم نفسه الحقيقه. لو تفتكر هو كان عمرو سماكه اللي موجود في البطوله في 2005. فاسماء كثيره جدا ومهمه جدا الحقيقه. دي لحظه بقى التتويج في كأس أفريقيا، البطولة اللي كانت في استاد الكلية الحربية. مزبوط. والاحتفال كابتن عماد اليمان الله يرحمه موجود، الله يرحمه، جنب جوزيه كابتن إسلام الشاطر، كابتن عماد النحاس، جيلبرتو، كل أسماء جميلة جدا. إيه الحاجات دي يا أسامة؟ والله الواحد لما بيشوف الحاجات دي نفسه أرجع نفسك ترجع تلعب تاني، أرجع ألعب تاني والله العظيم. لكن عموما ذكريات كثيرة جدا ومهمة جدا الحقيقة، دائما مع الأهلي في المونديال. ولكن عايزين نعرف حكاية المونديال يا أسامة، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن حكاية المونديال ونرجع نكمل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا سمعنا في التقرير اللي فات، النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية، أكبر نادي عربي وأفريقي مشاركات في كأس العالم للأندية إن شاء الله 7 مرات. يعني في ظل الظروف الصعبة دايما إحنا كأهلوية بنكون متفائلين إن النادي الأهلي هو اللي علمنا دايما إن إحنا نتفائل. في ظل الظروف الصعبة النادي الأهلي ما عندوش مستحيل. نروح بقى لزميلتنا هنا أبو القاسم علشان نعرف أخبار بعثتنا، أخبار البطولة، أخبار الصحف العالمية قالت إيه عن كأس العالم للأندية. ممكن بس طبعاً. الاول انا ارحب بهنا، يعني ازيك يا هنا؟ زي حضرتك يا كابتن. إيه؟ انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده في فقره الاخبار، وان شاء الله ننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بكاس العالم للانديه، سواء للنادي الاهلي وكمان الانديه الاخرى المشاركه في المونديال. عندك اخبار كتير النهارده ولا نص نص ولا كتير ولا قليل ولا ايه؟ لا يا كابتن، عندنا اخبار كتير جدا زي ما قلت، خاصه بالنادي الاهلي وكمان الانديه الاخرى. طب يلا بينا، قولي لنا ايه الاخبار اللي عندك النهارده. اتفضل، خلينا نبدا بقى باخبارنا النهارده. ودكتور احمد ابو عبله طبيب الاهلي اعلن النهارده سلبيه المسحه الطبيه للمهندس خالد مرتجي امين صندوق نادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الامارات، وكمان وضح ان المسحه الطبيه الثانيه والثالثه للمهندس خالد مرتجي طلعت سلبيه، وعشان كده خرج من الحجر الطبي اللي كان فيه. كمان نستكمل اخبار النادي الاهلي النهارده، مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي غاب عن تدريب الاهلي بعد ما طلعت نتيجه المسحه الطبيه بتاعته ايجابيه، عشان كده هو حاليا في العزل في فندق الاقامه وحالته مستقره، ما فيش اي اعراض. يعني طبعا بطمن كل جماهير النادي الاهلي، هو عمل مسحه طبيه جديده النهارده الصبح عشان يتاكد من نتيجه المسحه الاولى، ان شاء الله تكون سلبيه ويقدر يلحق بالفريق. خلونا بقى نروح دلوقتي لخبر متعلق بالحاوي وليد سليمان اللي وضح انه مبسوط جدا بالتواجد في المونديال الانديه، خاصه انها في بلد عزيزه على كل المصريين وهي الامارات، وده هيكون سبب في وجود دعم كبير طبعا جماهيري سواء من النادي الاهلي وجميع العرب. كمان كابتن وليد سليمان اتكلم النهارده وقال عاوزين نقدم عروض ونتائج قويه وافضل من النسخه اللي فاتت في المونديال، برغم طبعا الصعوبات والغيابات
الغيابات اللي بتواجه الفريق، لكن طبعا هم مش بيبصوا على اي ظروف، طالما بنمثل الاهلي لازم نقدم كل اللي نقدر عليه عشان نحقق بقى نتيجه تليق بينا وبالاهلي. وتمنى كمان كابتن وليد سليمان التوفيق لكل زمايله في المنتخب الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه والفوز بالبطوله الثامنه ان شاء الله. يعني يا كابتن اسلام، الحقيقه الاخبار بتبين قد ايه روح لاعبي النادي الاهلي كبيره جدا، وان هم مستعدين بشكل قوي للمونديال. والله بصي سما، برضو انا شايف ان الاستعدادات على قدم وساق. النادي الاهلي او البعثه الرسميه اللي موجوده في الامارات وكل اللي موجودين في الامارات عاملين شغل رائع جدا الحقيقه. وخلاص احنا عندنا دلوقتي مجموعه اللاعبين اللي موجودين يا اسامه، وده مهم جدا يوصل للناس. اه طبعا عندنا 9 لاعبين مش هيبقوا موجودين ما بين الاصابات وما بين الكورونا وما بين كذا وما بين كذا، ولكن في النهايه زي ما الكل يعلم هو ما نخشاه بس يا كابتن اسلام الكورونا، يعني تحس ان اللهو الخفي. المهندس خالد مرتجي امبارح ايجابي، النهارده سلبي. بيتسو موسيماني يعني نتمنى ان شاء الله يطلع سلبي، محتاجينه طبعا في المباراه. نتمنى السلامه للعيبه كلها، محتاجين كل اللعيبه اللي موجوده تكون في افضل حال وافضل صحه، ان محتاجينهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني برضو هنا خلينا نكمل بقيه الاخبار اللي عندنا علشان الناس مشتاقه الحقيقه تعرف ايه اخبار بعثه النادي الاهلي. أكيد يا كابتن. خلونا بقى نروح للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، واللي عملت جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني، وحضرها طبعا جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالزي الرسمي للفريق. كمان نروح لخبر متعلق بكابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، واللي اكد على ثقته الكبيره في لعيبه الاهلي، وانهم هيقدموا ان شاء الله عروض مميزه جدا بتليق باسم النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كمان كابتن سيد قال ان الفريق قدم قدام تحدي كبير في ماتش مونتري بطل المكسيك، لكن اسم النادي الاهلي كبير جدا، يعني طبعا رغم صعوبه الظروف اللي الاهلي بيقابلها، لكن احنا بنلعب في بلدنا التاني طبعا عن الامارات، وجمهور الاهلي هناك كبير من المصريين والاماراتيين. كمان لسه مستمرين مع اخبار الاهلي، وهنروح لاكرم توفيق. يعني طبعا حابين نطمن جميع الجماهير الاهلاويه، طبعا اكرم توفيق خاض جراحه رباط صليبي النهارده. اكرم طمن طبيب الاهلي على حالته واخر مستجدات البرنامج العلاجي بتاعه اللي طبعا بينفذه دلوقتي اكرم، وواثق في زمايله في الاهلي وانهم قادرين ان هم يقدموا ماتشات كبيره جدا في المونديال. وكمان قدم كل الدعم للعيبه الاهلي ان هم بيمثلوا مصر ويحققوا نتيجه طيبه ويفوزوا بميداليه افضل من السنه اللي فاتت، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. هم طبعا كمان اكرم توفيق اكد دعمه الكامل لكل زمايله في المنتخب الوطني، وان المنتخب ان شاء الله يفوز في ماتش امام الكاميرون ويوصل للنهائي ويحقق كمان اللقب. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مباراه غدا يا كابتن. لسه كنا بنتكلم في الامر ده، مباراه هتبقى صعبه جدا الحقيقه، جوه الملعب وبره الملعب، ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان نتكلم بقى عن تدريبات النادي الاهلي. لاعبي الاهلي خاضوا جلسه تدريبات بدنيه في الجيم بفندق اقامه الفريق بابو ظبي، وذلك طبعا تحت اشراف كابيلو مدرب احمال الفريق، واللي استمرت لمده ساعه، وذلك بعد عصر اليوم الاربعاء بمقر بعثه الفريق بابو ظبي في الامارات. كمان نروح بقى لمستر بيتسو موسيماني مره اخرى، المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. عقد محاضره فنيه النهارده مع اللاعبين عبر قناه الفيديو كونفرنس، وده طبعا بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجه المسحه الطبيه الثانيه. طبعا عمل الفيديو كونفرنس لشرح العديد من التقنيات الفنيه والخططيه باستخدام زي ما قلت الفيديو، كمان لمواجهه الفريق اف سي مونتيري بطل المكسيك، وقاد المران كابتن سامي قمصان المدرب العام. نروح كمان لميشيل يانكن مدرب حراس مرمى الاهلي، اللي اكد ان الفريق تاهل للمشاركه في كاس العالم للمره الثانيه على التوالي عن جداره واستحقاق طبعا بعد فوزه بلقب دوري ابطال افريقيا، وقال ان هناك حاله من التركيز الشديد بين اللاعبين للظهور بشكل مميز والمنافسه من اجل تحقيق انجاز جديد على الرغم من الظروف الصعبه طبعا اللي بيواجهها فريق النادي الاهلي.
عجبني قوي يا كابتن اسلام ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. محمد الشناوي موجود مع منتخب مصر دلوقتي، لكن عندك علي لطفي، عندك مصطفى شوبير، عندك حمزه علاء اللي شفناه في اخر حمزه قدم مباراه كويسه قوي في اخر مباراه للنادي الاهلي. شفنا او يعني ممكن نشوف في المستقبل اصغر لاعب في البطوله مواليد 2003 مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2003 ده اصغر حارس موجود معاهم في البطوله. يعني نتمنى لهم كل التوفيق، عامل شغل اكثر من رائع ميشيل يانكوني مع حراس مرمى النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها. يعني خلينا نبص للنقطه الايجابيه اللي تدي دفعه للاعيبه. النهارده علي لطفي كان موجود في كاس العالم للانديه السابقه، رامي ربيعه سبق لي انه شارك قبل كده، ياسر ابراهيم اشترك، علي معلول كان موجود في البطوله السابقه، اليو ديان كان موجود. انا بتكلم عن عناصر اساسيه، محمد هاني كان موجود، حسين الشحات كان موجود وشارك واحرز هدف، طاهر محمد طاهر شارك، محمد مجدي قفشه. فالنهارده انت عندنا برضو عناصر اساسيه. انا عايز اللعيبه دايما تبص للنقطه الايجابيه. احنا ناقصين، لكن ان شاء الله عندنا رجاله تقدر ان شاء الله تصنع المستحيل في البطوله. انا دايما ببص للنص الكوب المليان زي ما بيقولوا، لكن عندنا صعوبات وعندنا كل حاجه، ولكن عندنا اهم ميزه التيشيرت الاحمر. وجهه نظري ان التيشيرت الاحمر بالنسبه لي بيمثل شيء كبير جدا. احنا جربنا فانت انت ممكن جوه الملعب تحس باللي احنا بنقوله ده. والجمهور اللي جه الاستاد ايام لما كان الجمهور بيجي الاستاد والكلام ده كله حاسس بيعني ايه روح الفانيلا الحمراء. طبعا كل من لا يشجع نادي الاهلي مش هيحس بالكلام اللي احنا بنقوله ده، ولكن في النهايه انا بشوف ان روح الفانيلا الحمراء مختلفه. روح الفانيلا الحمراء بتدي باور زياده على الاقل جزء كبير، مش هقول كام في الميه ولكن جزء كبير. وجمهورك موجود معاك في الامارات بالظبط، هنشوف ان شاء الله تواجد جماهير كبير زي ما كان في البطوله السابقه في الدوحه، وكان ليهم تاثير كبير على النادي الاهلي يحرز الميداليه البرونزيه. ان شاء الله هيكون ليهم تاثير كبير، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق حاجه في البطوله. اتفضلي ان شاء الله يا كابتن. طبعا نروح بقى لاخر اخبارنا النهارده، وضع منظمو كاس العالم للانديه في ابو ظبي بدوله الامارات العربيه المتحده اللمسات النهائيه على الملعبين اللي طبعا هيشاهدوا وهيكونوا جاهزين للبطوله قبل مباراه الافتتاح. وضربه البدايه ستكون بمواجهه الجزيره الاماراتي صاحب الارض والجمهور طبعا على استاد محمد بن زايد. يعني دي يا كابتن اسلام ويا كابتن اسامه كانت فقره اخبارنا النهارده. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا 11 راجل في الملعب، ونرفع بقى شعار طبعا الاهلي بمن حضر يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا هنا على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي خلال الايام القادمه. بشكرك جدا على كل هذه الاخبار. طيب سما، كالعاده لازم نروح الامارات عشان نشوف ايه اللي بيحصل في الامارات. والحقيقه انا عايز احكي قصه امير هشام. عارف قصة أمير هشام؟ طبعاً عارف. عارفها طبعاً. قصة أمير هشام دي يا جماعة، هاتوا لنا أمير. طيب الأول نرحب بزميلنا وصديقنا العزيز أمير هشام. لازم أحكي قصة، خلي بالك يا أمير عشان إيه مصر كلها تعرف ذكاء أمير الأول. تعرف أنت إزاي موجود في الإمارات. تحياتي ليك، تحياتي ليك يا كابتن إسلام. أحكي ولا بلاش؟ وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. لا أحكي مفيش مشكلة، هي قصة طويلة شوية. صعبة مش طويلة ولا حاجة. بص يا أسامة خدها في دقيقتين. لا من الآخر أمير خلص على كل المراسلين. خلص على لا. وبعدين هو أساسا يعني إحنا يا جماعة هنا في قناة الأهلي دايما بيبقى عندنا دور للناس اللي هتسافر، فالدور كان على فاروق صلاح. مراسل قناة الأهلي. فاروق راح عمل وعملنا له فصلنا له البدلة عملنا له كل حاجة. راح عمل مسحة طلعت إيه؟ إيجابي. إيجابي. قلنا خلاص اللي بعده. كان زميلنا كريم أحمد عمل مسحة طلعت سلبي. طلعت إيجابي. أنا آسف. اللي بعده محمد توفيق. محمد توفيق زميلنا محمد توفيق عمل مسحة طلعت إيجابي. لا أهم حاجة إنه بيفصل البدلة. أهم حاجة دي مهمة جدا. المهم أمير الوحيد اللي ما فصلناهوش البدلة وطلع سلبي وسافر الإمارات، وهيحكي لنا إيه اللي بيحصل في الإمارات. والله يا كابتن إسلام عايز أقول لك على حاجة بمناسبة القصة اللي أنت بتحكيها دي. أنا قاعد في البيت أنا ومراتي، فبنتفق إن زمان أنا أكتر واحدة زعلانة إن أنت سبتها ومشيت.
تمام. فلقيت الاستاذ ايهاب الخطيب بيكلمني على التليفون. انا قلت في مشكله مثلا ولا حاجه؟ تمام. فرديت يا استاذ ايهاب الاخبار؟ امير انت هتسافر الامارات بكره. تمام. مراتي قاعده جنبي فانا ببص لها كده مش عايز اقول لها ايه الخبر اسمع او ايه اللي بيتقال لي يعني. مجرد ما عرفت طبعا اتضايقت جدا لان خلاص بقى سيستمت نفسها على خروجه حلوه وبتاع وكلام من ده. بس هو النصيب يعني في كل الاحوال. في البدايه طبعا يعني انا بقول لزمايلي الاعزاء كلهم الف الف مليون سلامه، فاروق صلاح، محمد توفيق، كريم، احمد، الثلاثه ما شاء الله عليهم مراسلين مميزين جدا، ان شاء الله باذن الله يخفوا ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله. عناصر مهمه جدا في اسره قناه النادي الاهلي، ده امر مؤكد يعني. المهم خلينا نتكلم عن طبعا معسكر الفريق ولحظات مهمة جدا وأيام قليلة بتفصلنا على المباراة الأولى وانطلاقة النادي الأهلي في مونديال الأندية أمام فريق مونتري المكسيكي. هذه المباراة الهامة والصعبة جدا جدا لعدة جوانب وعدة ظروف، وزي ما حضرتك يا كابتن إسلام وكابتن أسامة طبعا اتكلمتوا في الظروف دي كلها بتفاصيل كتير. لكن الأهم واللي أنا حابب أفضل أعيد وأزيد فيه وأكد عليه إن اللعيبة كلعيبه نفسهم مش بيفكروا ابدا ابدا في ان الاهلي ناقصه عدد من العناصر الاساسيه. يعني المجموعه اللي موجوده دلوقتي في مقر اقامه النادي الاهلي هم بيفكروا في ايه؟ بيفكروا ان احنا يا جماعه عندنا ماتش، الماتش ده في كاس العالم للانديه، كاس العالم دي اللي هي ايه؟ اللي هي البطوله اللي يعني بيحبها جدا جمهور النادي الاهلي وبينتظرها دايما جمهور النادي الاهلي عشان يتمتع بفرقته فيها، زي ما شفنا عدد من النسخ السابقه وشفنا الاهلي اكيد كان بيشارك بشكل مميز. فهي دي الثقافه او العقليه اللي بيفكر بيها لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. لكن في المقابل اكيد الجهاز الفني عنده استراتيجيه معينه، عنده شكل معين عايز يلعب بيه المباراه في ظل النواقص دي. لان لما نيجي نتكلم على بدر بنون، نتكلم على اكرم توفيق، محمد الشناوي، محمد شريف، ايمن اشرف، السولية، حمدي فتحي، اسماء تقيله جدا جدا. طبعا بيرسي تاو الاصابه الاخيره، اسماء تقيله تفرق مع اي فريق اكيد في بطولات كبيره وحاسمه زي دي. وبرده عشان نبقى متفقين ودي حاجه احنا عارفينها كويس جدا، ان حتى اداره النادي الاهلي ويعني المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي اشتغلوا وعملوا مجهود كبير جدا عشان نوصل للبطوله دي بقايمه قويه جدا جدا من اللاعبين. القائمة دي تساعد على تحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي، وطموح جماهير النادي الأهلي دلوقتي بقى إيه؟ أقل تقدير إحنا نفسنا في الميدالية الفضية، يعني إن إحنا نوصل للمباراة النهائية. في ظروف بتعاكس الفرقة وفي وعي في نفس الوقت عند الجمهور بالحقائق دي وبالأمور كلها اللي بتحصل، لكن هيبقى في محاولة مستميتة من اللي موجودين هنا من كل أفراد البعثة، جهاز فني، جهاز طبي، جهاز إداري، اللاعبين، كله هيحاول بقدر المستطاع ان هو باذن الله يقدم حاجه ترضي جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وده امر مهم جدا. انا بس عايز اجيب لك معايا احد اهم الشخصيات اللي كل جماهير النادي الاهلي عايز يسمعها دلوقتي، وهو الدكتور احمد ابو عبله. وهكمل مع حضرتك تاني يا كابتن اسلام بقيه الاخبار الخاصه بالفرقه، وخصوصا ان احنا عايزين نلحقه قبل ما ينام بقى، الراجل عنده تحضيرات كتير ويعني امور مهمه جدا. يا دكتور احمد ازيك، اخبارك؟ ازيك يا امير، عامل ايه؟ ربنا يكرمك يا امير. ده انا اللي بشوفه. في البدايه يعني الحديث في الشارع الرياضي الاهلاوي والمصري بشكل عام عن الاصابات والظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي، فانا مش عارف ابتدي معاك بمين بصراحه. للاسف الشديد عندنا اصابات كتير جدا جدا، لكن خلينا نبتدي باللي موجودين هنا معانا في البعثه. حسام حسن اخر الجديد ايه؟ اخر التطورات بالنسبه له ايه؟ خصوصا تقريبا هو المهاجم الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي في هذه البطوله، هل من الممكن انه يلحق المباراه ولا في صعوبه؟ محمد محمود كذلك من برضه من العناصر المصابه، ايه اخر التطورات بالنسبه له؟ يعني هو في البدايه امير انا عايز ابعت بس تحياتي كده للكابتن اسلام والكابتن اسامه حسني، ومسي عليهم واقول لهم يعني دعواتكم بقى لينا. والله بص، احنا موقفنا الطبي يعني الحمد لله على كل حال، طبعا ان الاصابات ديت حاجات قدريه، احنا يعني في حاجات كتيره جدا مبقاش لينا يد فيها. اصاباتنا الفتره ديت كتير شويه، عندنا يعني 10 مصابين تقريبا، ممكن بعد رجوع محمد محمود امبارح للتدريبات والنهارده الحمد لله بقى احسن كتير وبيتمرن بحريه اكتر، فيبقوا نقول 9. حسام حسن اموره الحمد لله ماشيه كويسه، يعني احنا بدانا معاه حاجات تاهيليه برضو بقوه شويه اكتر النهارده، بعنف شويه اكتر النهارده. الاستجابه بتاعت عضله السمانه عنده كانت الحمد لله كويسه جدا. يعني هيلحق مش هيلحق، احنا ماشيين بقى يوم بيوم، بس بنحاول يعني بنحاول ان احنا نجهزه بنحاول ان احنا نجهزه وهو ماشي كويس، يعني احسن من اللي احنا متوقعينه كمان.
فان شاء الله يا رب ان شاء الله احنا بنحاول. ما فيش تاكيدات مننا للجهاز الفني لغايه دلوقتي ان حسام هيكون جاهز 100%. احنا قايلين لهم الكلام ده واحنا جايين، وطبعا كل الخطط البديله لازم بتكون حاطينها. في اوقات بيبقى احنا محتاجين نضغط شويه البرامج بتاعتنا، في اوقات بنبقى محتاجين شويه ان احنا نسرع البرامج بتاعتنا الطبيه على حسب زي ما الريسك بينفيت ريشيو، يعني انا ممكن اخاطر قد ايه عشان اخد فايده قد ايه. الحمد لله احنا لغايه دلوقتي ماشيين معاهم بدون اي مخاطره خالص، امورهم ماشيه كويسه جدا. فيا رب يا رب حسام يلحق ان شاء الله دعواتكم معانا يا رب باذن الله. لكن محمود جاهز، يعتبر جاهز وممكن يكون موجود. محمد جاهز الحمد لله. محمد، طيب فيما يتعلق بدر بنون النهارده شفناه وجه زار الفرقه وفي المعسكر وكان حريص جدا ان هو يساند الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. اخر التطورات الخاصه بحاله بدر بنون، وهل في موعد محدد لعودته للمشاركه في التدريبات؟ بص يا امير، يعني هو موضوع بدر مش عايزينه الموضوع يعني اثير فيه كلام كتير جدا، اثير فيه حاجات جدليه كتيره جدا. احنا جات لنا كورونا وجاب معاها برضو حاجات كتيره في العلم احنا ما كانتش موجوده. مرض جديد وليه تبعات جديده، احنا مش عارفين هي ايه بالظبط، احنا مش عارفين هيبقى التعامل معاها عامل ازاي بالظبط. يعني اللي كان عند بدر علشان خاطر نبقى احنا واضحين في الكلام بتاعنا، مع اي التهاب فيروسي بيحصل بعض الالتهابات في بعض الاعضاء في الجسم، ومن الاعضاء ديت ساعات يحصل بعض الالتهاب في الرئه، ساعات يحصل بعض الالتهاب في الشعب الهوائيه زي ما بيحصل عند اي حد، ساعات بيحصل بعض الالتهابات في عضله القلب، ودي من الحاجات اللي هي بتاخد بعض الوقت، مش زي مثلا التهابات الشعب الهوائيه بتقعد اسبوعين وبعد كده الامور بتتحسن. التهابات عضله القلب ممكن بتاخد يعني فتره، ممكن شهر، ممكن 6 اسابيع. مش مرض جديد في الطب الرياضي، دي حاجه كانت موجوده قبل كده، ولكن كان بيتم تشخيصها بالاعراض، ان يبقى في اعراض ضربات قلب سريعه، في حاجات فيها مشاكل في التنفس، في صعوبه في الاداء البدني، وديت هي اللي كانت بتخلي الناس تشخصها، لان زي ما قلت لك هي بتيجي مع اي التهاب فيروسي ممكن وارد ان ده يحصل. مع زياده اعداد الالتهابات الفيروسيه بعد موضوع كورونا، فبقى عدد الحالات ديت زاد شويه، فبقى في اجراءات احترازيه او اجراءات احتياطيه بنعملها بعد رجوع الناس لموضوع التنفس والقلب والرئه والحاجات ديت، حاجه اسمها اللي هي البوست كوفيد بروتوكول، ان احنا بنعمل لهم بعض الاشعاعات علشان خاطر نكتشف اي مضاعفات للمرض ده. فبقى اكتشافنا للحاجات ديت بقت اعلى شويه، وفعلا زي ما احنا شايفين ان بقى الموضوع مش عندنا بس، لا بقى في حاجات، في حالات في الدوري الالماني، في حاجات في الدوري الانجليزي بدانا نسمع عنها، في حالات ثانيه مشابهه كانت موجوده في امم افريقيا وتم استبعادهم. في بس سؤالين دولت يعني لزمايلنا في الجزء بتاع الطب الرياضي وللناس حتى عموما، يعني للناس في الاول، ان هل المشكله دي بتسيب اي اثر بعد كده؟ لا خالص خالص، ملهاش اي تاثير ولا ليها اي اثر على الـ على الـ على اللونج ران او على المدى البعيد. السؤال الثاني بقى، طيب احنا نخاف ونقلق، يعني الناس نفسها اللي هي ما بتعملش بقى الفحوصات ديت نقلق جامد بقى ونخاف وانا ممكن يكون عندي حاجه وفي مشكله كبيره. طالما ما فيش اعراض، نسبه القلق والخوف اللي هي العاديه اللي هي كانت موجوده قبل كده، فمش عايزين الناس تقلق خالص، مش عايزين الناس تخاف خالص. احنا بس بناخد اجراءات احتياطيه بزياده شويه لان الوضع مش واضح 100% لغايه دلوقتي، فبنبقى واخدين بالاحوط شويه. طبعا بدر جالنا النهارده، هو كان عمل بعض الفحوصات في الكاميرون وتعرضت على يعني اساتذه القلب عندنا، وتعرضت على اساتذه القلب في المغرب وفي الكاميرون اللي كانوا موجودين هناك، وكان رايهم ان لا يعني بلاش يعني اي نوع من راحه سلبيه، بلاش اي نوع من انواع النشاط البدني دلوقتي، راحه سلبيه لغايه لما الموضوع يبقى كويس. يعني طبعا احنا هنبدا برضو مع حاجات تانية، هنعمل له فحوصات تانية، في استشارات هتتم لبعض الخبراء العالميين في الموضوع ده، بحيث ان احنا نبقى بس متوقفين هل المدة هتكون قد ايه بالظبط. التوقع المبدئي ان احنا بنتكلم في شهر ونص، بدر دلوقتي عدى الشهر، فيا رب ان شاء الله باذن الله يبقى هي نفس المده ديت وان شاء الله يرجع كويس باذن الله. ان شاء الله. بدر طبعا عنصر من العناصر المهمه والاساسيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن عايز اتكلم برضو على لاعب زعل عليه جماهير النادي الاهلي، لان هم كانوا بيعقدوا عليه امال كبيره جدا، هو بيرسي تاو في مونديال الانديه. بيرسي تاو ظروف اصابته ايه؟
لان في اراء يعني بتتقال بشكل كبير، ناس تقول لك اصل هو كان ما بيلعبش فتره وكان موسيماني بيريح، وناس تقول لك اصل النجيله بتاعت ارضيه استاد برج العرب هي السبب. حقيقه الوضع بالنسبه لبيرسي تاو ايه، واخر التطورات بخصوص اصابته؟ بيرسي تاو هو احنا كنا قلنا يعني ان هو كان عنده اصابه في العضله الاماميه، العضله الاماميه اليمين، تعرف بيرسي تاو بيلعب بالشمال، نادرا ما بنشوفها في الناحيه الغير الدوميننت، يعني لما بيكون بيلعب باليمين غالبا مشاكل العضله الاماميه بتيجي في الناحيه اليمين، ولكن يعني ده اللي حصل في الاصابه بتاعته. طبعا فترات الراحه بعد كورونا، ان هو ما بيتمرنش وبعد كده يرجع للتمرين تاني، ليها عامل ان يكون في اصابات تبقى زياده شويه. طبعا زي اي حد راجع من اصابه ممكن يحصل له اصابه تاني، ده وارد جدا، احتماليه الاصابه تبقى عاليه شويه. ده جزء. الجزء الثاني حاجه قرضاريه برضو، يعني احنا ملناش يد فيها، ان هو يعني اصابه زي اي اصابه يعني. ولكن لو قلنا هل ليها سبب واضح، يعني لا ملهاش سبب واضح. ممكن يكون من الحاجات اللي علت احتماليه الاصابه انها تحصل فتره الراحه طبعا اللي هو كان فيها. لا يعني هو ما خدش فترات راحه زياده ولا حاجه، احنا كنا راجعين من كورونا، وكان يعني وكان في سفر برضه وكان في حاجات زي كده، فما كانش ينفع ان هو يدخل تدريبات بكل اجتهاد او بكل يعني فول باور زي ما بيقولوا من اول تمرينه يعني. فكان في تجهيزات ليه في الجيم، وكان في حاجات بيعملها قبل ما ينزل التمرين، ما كانش راحه سلبيه 100% بعد ما رجع من كورونا يعني. طيب اخيرا عشان برضو يعني لو في اي اسئله عند كابتن اسلام او كابتن اسامه، اخيرا عايز اسالك على الشناوي وتواصلك مع عناصر النادي الاهلي في منتخب مصر. الشناوي اخر التطورات بخصوص حالته ايه؟ حمدي فتحي بتتواصل معاه؟ الامور ماشيه ازاي؟ والله هو في البدايه انا بحب اشكر الجهاز الطبي في المنتخب، يعني عاملين شغل كويس جدا مع اللعيبه بتاعتنا، ويعني ربنا يقويهم في المهمه برضو بتاعتهم زينا بالظبط. الشناوي كان حس بالالم اللي حس بيه في العضله الخلفيه. العضله الخلفيه ديت اجزاء كتير، يعني العضله الخلفيه مش 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 عضله واحده، هي بتتكون من 3 عضلات. الجزء اللي حصل فيه الإصابة الأخيرة ديت لا جزء تاني خالص غير الجزء اللي كان فيه الإصابة في الأول. ولكن برضو الحمل البدني، يعني اللي بيحصل مع الحمل البدني على فكرة مش هو العامل الأساسي في الإصابات، كمان الحمل الذهني، يعني الحمل النفسي، توالي بطولات وتوالي مسؤوليات وتوالي مباريات مهمة وضغوطات، كل ديت ممكن تخلي احتمالية الإصابة أنها تكون عالية شوية. تواصلنا مع الدكتور محمد ابو العيلة رئيس الجهاز الطبي في المنتخب، عملنا كانوا عملوا الاشعاعات، ويعني هو بيطمني تماما ان شاء الله باذن الله هيتخذ معاه القرارات السليمه، سواء بقى في الرجوع للملعب، سواء بدايه مرحله التاهيل، واحنا واثقين طبعا في كل الشغل اللي بيتعمل، ويا رب ان شاء الله يوصلوا بيه لان هو يرجع الملعب تاني بكل كفاءه باذن الله ان شاء الله. كان فيش مده محدده؟ لا حتى الان ما فيش مده محدده. دكتور احمد بشكرك شكرا جزيلا، تعبناك معانا، بس كان مهم قوي ان جمهور نادي الاهلي يعرف من خلالك كل الاخبار بتتعلق بالفريق وبالمصابين، ده امر مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا. عفوا يا امير. عفوا. طبعا كابتن اسلام، كابتن اسامه، دكتور احمد ابو عبله اكيد يعني بيقوم بمجهود عظيم جدا، اكيد ده برضو انتم عارفين الكلام ده وعلى درايه بشكل كبير جدا بالمجهود اللي بيبذل بخصوص الاصابات والكلام من ده، خصوصا ان ده ملف شائك، ده انا مش عايز اقول شائك، يعني الناس دايما بتتكلم فيه، رغم ان كان في فترات كبيره ما فيهاش اصابات في النادي الاهلي، ودي حاجه تحسب لهم بشكل كبير سواء جهاز طبي او جهاز يعني خاص بالاحمال التدريبيه. ده فيما يتعلق بملف الاصابات. لكن لو حابب نكمل بقى طبعا اخبار المران النهارده، لانه كان مران مهمه. كابتن اسلام معايا؟ طبعا بنسمعك. تمام. النهارده طبعا كان المران بدون مستر بيتسو موسيماني. طب ايه اللي حصل قبل المران؟ كان في زي المحاضره دي مستر بيتسو موسيماني حضرها عن طريق الفيديو كونفرنس، اتكلم مع اللعيبه، اتكلم على نقاط مهمه جدا من وجهه نظره فيما يتعلق بفريق مونتيري. بالمناسبه الجهاز الفني تابع عدد كبير من اللقطات اللي الخاصه بفريق مونتيري، واخرها المباراه الاخيره لهذا الفريق في الدوري المكسيكي امام كروز ازول المكسيكي، واللي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، وكان مونتيري جابوا هدف في الدقائق الاخيره في المباراه، فتم التركيز على نقاط كتير جدا في هذه المباراه. هنا السؤال الناس كلها بتقول طب ما هو في عناصر ممكن ما تلعبش من فريق مونتيري،
الجهاز الفني عامل حساباته على كل حاجه، سواء العناصر دي لعبت ما لعبتش. هو فعلا يا امير، هل العناصر دي هتلعب ولا مش هتلعب؟ يعني الكلام اللي احنا سامعينه ان هم في خمسه هيبقوا مع منتخب المكسيك، وواحد مع منتخب اوروجواي، وواحد مع منتخب، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هل الثمان عناصر دول هيجوا طيب فعلا بعد يوم الخميس الفجر، ولا اساسا الكلام ده مش مظبوط؟ في اوريدي دلوقتي وانا بتكلم معاك في بتاع حوالي 3 لاعبين من فريق مونتري اتحركوا في طريقهم لابو ظبي، هم في طريقهم لابو ظبي وخلال ساعات هيوصلوا، وفي 2 كمان هيتحركوا بكره عشان يوصلوا وينضموا لبعثة مونتري. حتة بقى ان هم يشاركوا او ما يشاركوش دي خاصة باجري، اجري اكيد هيشوف بقى ساعتها هل الناس دي يعني لائقة بدنيا ان هي تشارك، تقدر ان هي تلعب، خصوصا ان كان عندهم ماتشات مع مختلف المنتخبات، لان هم عندهم عناصر من كوستاريكا. يعني انا اقصد ان انت هتلاعب فريق مونتري وهو جاهز من المكسيك وهو كامل طبعًا. العدد طبعا بالظبط كامل العدد، كامل العدد كلهم هو يختار يلعبوا بقى وما يلعبوش، حتة ان الدوليين كلها تحت ايد المدير الفني على هيبقى على حسب جاهزيتهم للعب، لكن هم موجودين هيجوا وهيوصلوا هينضموا للمعسكر هنا في ابو ظبي، فالناس بتحاول تقول ان هم يعني ناقصين، لا يعتبر مش ناقصين يعني. ده فيما يتعلق بفريق مونتري. المهم النهارده طبعا كان في المحاضره كان فيها مستر بيتس موسيماني، بعديها على طول كان في المران كان هام للغايه، لان كان في عدد من الجمل التكتيكيه، والمران طبعا كان تحت اشراف الكابتن اسامي قمصان المدرب العام للفريق، وبعض الجمل التكتيكيه اللي ركز عليها كابتن سامي قمصان، واكيد كان بالتنسيق طبعا مع مستر بيتسو موسيماني قبل المران. ويعني اقدر اقول لك ان بنسبه 90% اتضح التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي اول مباراه امام مونتيري يوم السبت باذن الله 1/1. يعني مش عايز اخوض فيه قوي، لكن يعني لا مش عايزك تخوض فيه خالص في بعض الامور، والاهم كان عند غنماتك يا بالظبط. الاهم بالنسبه لي ان كان في بعض التركيز على جمل تكتيكيه مهمه جدا، وكان في اصرار على محاوله تطبيقها في اجزاء برضو مهمه حصلت النهارده في المران. يعني ابرزها كان في كدمه قويه، مش قويه قوي يعني لقفشه، لكن قدر ان هو يكمل المران، كدمه قويه لمصطفى شوبير مع طاهر محمد طاهر، لكن الاثنين قدروا ان هم يكملوا المران، وده نتيجه الحماس الكبير جدا اللي عندهم. تمام. في سؤال اتفضل. لا خالص، انا يعني بشكرك جدا يا امير على وجودك معانا خلال هذه الفتره، ان شاء الله بكره بقى عندنا اليوم طويل جدا، اليوم العادي يعني بيكون امير. بشكرك يا امير، شكرا جزيلا صراحه، غطى وحطينا في الصوره كاملا بكل الاصابات بكل التحضيرات، حتى بمحاضره بيتسو موسيماني النهارده كابتن اسلام، اللي بعض التصريحات طلعت منها في اجتماعه النهارده مع اللعيبه عبر تقنيه الفيديو، لما قال لهم البطوله اللي احنا جايينها دي ما عندناش اعذار فيها، تقريبا نفس الكلام اللي اتقاله او اتاخد من تصريحات الكابتن محمود الخطيب. هي من الواضح انها سياسه عامه والكل بيمشي عليه رغم كل الظروف الصعبه، لكن عندنا هدف، كلنا هنشتغل بالزبط. كلنا هنتعب، كلنا هنسعى لمركز جديد وميداليه جديده ان شاء الله في كاس العالم للانديه. وخلي بالك انا متفائل، احنا البطوله اللي فاتت يعني لولا ان احنا كان في طريقنا بايرن ميونخ بطل اوروبا او بطل العالم، كان ممكن نروح لحته ابعد. احنا السنه دي مش في طريقنا بطل اوروبا. ضربه البدايه مهمه، مونتيري المكسيكي يعني، وامير بيقول لنا في اخر مباراه قدر يرجع في الثواني الاخيره في الدوري، جاهز بدنيا افضل، عنده كل عناصر، لكن ان شاء الله دي بتبقى مباراه واحده تقدر تلعب على التفاصيل الصغيره وتعدي بيها ان شاء الله، فنتمنى كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن موسيماني يناطح الكبار، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. حلوه اللقطه دي، اللقطه اللي فاتت دي كانت اللقطه لما فزنا بالبرونزيه، مظبوط؟ المركز الثالث في اليابان. المركز الثالث في اليابان. كانت ايام حلوه، ورجعت تاني من السنه اللي فاتت وخدنا فيها الثالث. يعني ايه اللقطه ايه؟ اللقطه دي جميله جدا، وانا بحب اللقطه دي وبحب الايام دي جدا. جدا يعني الحقيقه، لانها كانت ايام بالنسبه لي واعتقد بالنسبه لك برضو يا اسامه، ايام مختلفه تماما عن كل حاجه. كنا قبلها في 2005 واحنا بنتكلم لما ما حققناش المركز الافضل حاجه، رحنا السنه اللي بعدها واحنا في اليابان في 2005، الكابتن محمود الخطيب لما اجتمع بينا وقال عايزين السنه الجايه ناخد افريقيا ونرجع نفس المكان هنا، صح، ونقول للناس الكره المصريه والكره الافريقيه، وكان معانا رئيس البعثه وخدنا المركز هنا وهنا الثالث. طيب خلينا نروح للاسباني رامون تريبولي مدرب اوكلاند النيوزيلندي السابق، الحقيقه بنرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه حابين نعرف رايك
في قرار انسحاب أوكلاند سيتي من المشاركة في كأس العالم للأندية؟ وهل ترى أن بطل تاهيتي هو الممثل الأفضل لقارة أوقيانوسيا في هذه البطولة ولا لا؟ حسنا مرحبا بكم. هذا ليس قرارا خاصا بأوكلاند، هذا قرار عارض، وكان أوكلاند مضطرا أن ينسحب. هذا كان قرارا استثنائيا. أعتقد أن الفريق كان يجب عليه العودة لنيوزيلندا بسبب الحجر الصحي الذي كان هناك، فكان هذا الأمر خاص بالأوضاع الصحية في البلاد. أعتقد أن الأمر في البداية كان استجابة للإجراءات الاحترازية، فأعتقد أن الأمر لم يكن بأيدي القائمين على الأمر في نادي أوكلاند. طيب، رأيك في بطل تاهيتي، وهل هو الممثل الأفضل لقارة أوقيانوسيا؟ حسنا، ربما لا أعتقد ذلك. هو ليس بطل القارة، وأعتقد أنه ليس الممثل الأوفر حظوظا في هذه البطولة. أعتقد أن أوكلاند هو كان الأفضل بطل القارة لآخر موسمين، فأعتقد أني لست متابعا جيدا للدوري التاهيتي، ولكن ولا أستطيع أن أقلل من قدر الأندية التاهيتية، ولكن لنعترف أن الأمر صعب، وأعتقد أن الفريق ليس مستعدا بدرجة كافية ليحظى، وأعتقد أن التصفيات التي خاضها هذا الفريق لا تؤهل. ولكن كما أقول النادي التاهيتي الآن هو المؤهل للقارة، وأعتقد أني أتمنى له الحظ الأوفر. مستر رامون، كنت المدرب السابق لأوكلاند في 2006 في كأس العالم للأندية في اليابان، اللي فاز فيها النادي الأهلي على أوكلاند 2-0 في مباراة الافتتاح. رأيك في الجيل السابق للنادي الأهلي، وخاصة أن الجيل ده حقق المركز الثالث في هذه البطولة؟ حسنا، أنا لا أعتقد أني أتذكر جيدا، ولكن الأهلي كان لديه فريق جيدا. الأهلي، أنا أتذكر أبو تريكا، أعتقد أنه كان أفضل لاعب في هذا الفريق، وكان أفضل لاعب في الكرة المصرية في هذا الوقت حينذاك، وأعتقد أن الفريق كان لديه لاعبين جيدين. كان لديكم مهاجم أفريقي مميز، لا أستطيع أن أتذكر اسمه. فلافيو أحرز. نعم، وأعتقد أن الفريق أظهر مستوى جيدا، وأظهر أن لديكم فريقا جيدا يستطيع أن ينافس على كأس العالم. طب مش فاكر الباك رايت اللي كان بيلعب ساعتها؟ أنا الباك رايت على فكرة، أنا بهزر طبعا. طيب أنا أعتذر، أنا بهزر. أعتقد أعتذر لك عشان ما أحرزش هدف، بس الباك رايت. أعتذر منكم. لكنت سعيدا اذا تذكرت، انا اتاسف. لا، انا بهزر على فكره، ده طبعا الباكات رايت حظهم دايما بيبقى وحش، لكن هل انت متابع للجيل الحالي من النادي الاهلي، ولا انت غير متابع لكره القدم المصريه؟ حسنا، انا اتابع المنتخب المصري، ولكني لست متابعا للكرة المصرية، ولكن أتابع الأهلي في دور الأبطال حاليا. الأهلي يؤدي بمستويات جيدة، ولكني لا أشاهد الأندية المصرية بحرص. لا أعتقد أني أعرف الكثير من اللاعبين المصريين، ولكن أنا لعبت ضد بعض اللاعبين المصريين حينما كنت في الرجاء، وأعتقد أن النادي الأهلي يمتاز بتواجد الكثير من اللاعبين المميزين، ولكن إذا نظرت إلى واقع الأمر، ستجد أن أندية شمال إفريقيا أندية مميزة بالفعل، وليس الأهلي فقط، بسبب طبيعة المنافسات والمسابقات المتواجدة هناك. فأعتقد أن الفنيات تكون في أعلى مستوى في شمال إفريقيا، وليس في
بانديه محدده، فاعتقد ان النادي الاهلي واحد من هذه الانديه المميزه بالفعل، والانديه التي تبعث المتعه حينما تشاهد ادائه. مستر رامون، من وجهه نظرك كنت قبل كده كنت مدرب هذه البطوله، من الاقرب للفوز بهذه البطوله؟ عندنا شفنا بطل اوروبا تشيلسي، النادي الاهلي ممثل لقاره افريقيا، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، بعض من الانديه. من وجهه نظرك من الاقرب للفوز بهذه البطوله الكبيره؟ حسنا، عموما اي احد سيقول تشيلسي، يعني تشيلسي هو المرشح الابرز للفوز بالبطوله، هو لديه اليد العليا للفوز بالبطوله، ولكن اذا بدات المباريات لا تعرف ربما يكون مونتيري المكسيكي، ربما يكون مونتيري لديه لاعبين مهاريين جدا، فريق خطير بالفعل، ولكن مبدئيا يجب ان تفكر في تشيلسي كخيار اول ليفوز بالبطوله. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا مستر رامون تريبولي، مدرب اوكلاند النيوزيلندي السابق، شكرا جزيلا على تواجدك على شاشه قناه الاهلي. كلام محترم الحقيقه. طبعا انا كنت بهزر بقى لما بقول له انت فاكر الباكات رايت، ولا حد بيفتكر الباكات رايت؟ مفيش غير جمهور الاهلي بس اللي بيفتكر المباراه دي اللي احرز فيها محمد ابو تريكا وفلافيو. كل واحد فيهم هدف، وانتهت ب 2-0. وكانوا لو تفتكر كانوا بيلعبوا داشن جامد جدا على علينا في الفتره دي، كلنا كنا طالعين بعد الماتش، كانت الامور صعبه جدا. عموما خلينا اسامه نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل فقرتنا الاولى في الاهلي في المونديال، كريم سعيد واحمد ثابت، وشرح وافي لما سيحدث غدا في مباراه الافتتاح في كاس العالم للانديه. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، مساء الخير كابتن اسامه، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور على حضرتك، وسعيد بتواجد مع حضرتك ومع كابتن اسامه. اهلا اهلا وسهلا كابتن. طيب اسلام اتفضل، قبل ما ناخد اتفضل ملوك الشياكه والتحليل، سلام نروح بس لزميلنا امير هشام تاني. ماشي. مره ثانيه، ومعاه دلوقتي الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه عضويه النادي الاهلي، وعاملين هناك شغل بقى اكثر من رائع مع محبي وجماهير النادي الاهلي. اتفضل يا امير. بجد الترحيب بك يا كابتن اسامه وكابتن اسلام، وطبعا زمايلي واصدقائي الاعزاء دكتور احمد ثابت وكريم سعيد، برحب بيهم وبكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني دايما احنا متعودين من النادي الاهلي اللي هو بيستغل اي حدث في مختلف الاصعده اللي بتخص النادي ومختلف الامور اللي ممكن تطور من النادي في جميع الجوانب، وده امر مهم جدا. انا معايا في هذه اللحظات الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. قول له بس يا وش الساعه العضويه بالنادي الاهلي. يا استاذ طارق برحب بيك في البدايه، وكابتن اسامه في البدايه بيقول لك يا وش السعد. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يا رب يديم السعد كله على النادي الاهلي وجمهوره. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، والف مبروك على البرنامج، ان شاء الله يكون فال حسن علينا كلنا وعلى النادي الاهلي. وتحياتي للكابتن اسامه حسني اخونا الحبيب، ودكتور احمد ثابت، والاستاذ كريم سعيد. طيب في البدايه طبعا يعني كان في النهارده اجتماعات مهمه جدا من خلال حضرتك مع الجاليه المصريه الموجوده هنا في الامارات بالتحديد في دبي، يعني للترويج لعضويه النادي الاهلي. عارف ان الاهلي صرف كتير جدا على البنيه التحتيه مبالغ كبيره عشان يكون يعني مستوى النادي الاهلي دايما وجماهير النادي الاهلي بشكل طبيعي. الفكره جت منين اصلا؟ وانا عارف الاهلي دايما بيفكر بره الصندوق، فكره زي دي جت منين يا استاذ طارق؟ بدايه يعني طبعا الحمد لله غني عن البيان ان اي حد مشاهد للنادي الاهلي بجميع فروعه، ان حصل ثوره انشائيه يعني في عهد كابتن محمود خطيب ومجلس ادارته غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. تبع الكلام ده طبعا عندنا ان شاء الله فرع التجمع الخامس اللي هو فرع القاهره الجديده اللي في غضون شهور قليله المرحله الاولى بتاعته تتفتح، فكل الكلام ده بيحتاج مننا طبعا مجهود اكبر في اكتساب مزيد من العضويات للنادي الاهلي.
الحمد لله النادي الاهلي دايما هو بايع نفسه كاسمه كعضوياته، يعني حتى في يعني في القاهره دايما عندنا كم من العضويات اسبوعيا، بنعمل مقابلات للناس بحيث ان هو يشتركوا في عضويه النادي الاهلي. بدات جت الفكره كابتن محمود الخطيب يعني دايما في زياراته للدول العربيه فبيلتقي بكثير من الجاليات المصريه المقيمين هناك. كان بدأوا يتكلموا مع كابتن محمود وطرح الفكرة على مجلس الإدارة إن إمكانية إن يبقى في وفد موجود، وانتهزناها بمناسبة بطولة كأس العالم للأندية إن نكون موجود ومعايا أكون موجود ومعايا الأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات والأستاذة مريان نائب مدير إدارة التسويق، بحيث حملة ترويج كاملة إن شاء الله للأضوية ومقابلات تم تحديد موعدها مع الجاليات المصرية. برضو كان الطلب برضو ليه اساس ان هم برضو هم بيتكلموا مع كابتن محمود الخطيب قبل كده ان معظم اجازاتهم بتكون في الصيف، وفي نفس الوقت الفتره دي احنا المفروض من اول ابريل العضويه في فرع القاهره الجديده والشيخ زايد هيتم زيادتها طبقا لاخر موافقه خدناها من الجمعيه الاميه. فبالتالي جت الفكرة ان احنا يعني عايزين برضو نساعد الناس ان هم يلحقوا قبل الزيادة في الاسعار في العضوية، وفي نفس الوقت فكرة جديدة من نوعها ان نبدأ نلتقي بالمصريين اللي في الخارج نسهل لهم الدنيا في عضويات النادي الاهلي. النهارده كانت البدايه كان في النادي المصري القاهري رئيس مجلس اداره المهندس ابراهيم ابو عجيله، وطبعا كان معاه الاستاذ عبد الفتاح اسماعيل الاهلاوي المعروف يعني قطب النادي الاهلي الموجود في الامارات، يعني كانوا محددين مواعيد وبدانا النهارده بمجموعه من خلال النادي المصري القاهري، وفي مجموعه لقاءات ان شاء الله ومواعيد اخرى خلال الايام الجايه. النادي المصري القاهري اللي هو في دبي بكرة برضو وبعد إن شاء الله في دبي، وبعد التحرك برضو أعلن عنه للجميع بالمواعيد المسبقة اللي هنكون موجودين فيها. طبعا دي برضو بادرة كان ليها رد فعل جميل جدا من المصريين، يعني هو محتاجين على طول دايما يبقى فيه حتة تواصل إن هم تسهيل عليهم حتة عضوياتهم في النادي الأهلي، وفي نفس الوقت كانت فرصة ليهم إن هم يتعرفوا على أحدث منشآت النادي الأهلي والحاجات الإنشائية الجديدة كلها اللي بتحصل. يعني الحمد لله يعني فرع التجمع الخامس على مساحة حوالي 50 فدان، في نفس الوقت الإقبال عليه كبير جدا لتواجد النادي الأهلي كالعادة في أي منطقة جديدة، يعني إن هو ما كانش موجود فيها قبل كده يعني. فالحمد لله دي هتسهل الدنيا وفي نفس الوقت هتعمل مزيد من الرواج لعضويات النادي الأهلي اللي طبعا للصرف على الإنشاءات الكتيرة اللي هي خدمة الأعضاء دايما بتحتاج عضويات جديدة خصوصا في الفروع اللي هي بتنشأ حديثا يعني. فبادرة جميلة وإن شاء الله يبقى ليها على طول مردود وخطوات أخرى في باقي البلدان العربية الشرقية. نتائج الجلسات أو الاجتماعات بتاعت النهاردة كانت إيجابية؟ جدا الحمد لله، يعني ايجابيه جدا في مع ضيق الوقت كمان، يعني لان الترتيبات كانت قريبه جدا، ومع ذلك الحمد لله يعني كان في اقبال كويس جدا وبداوا يتكلموا على كده. حتى من الحاجات الحمد لله الجميله ان هم في برضه المصريين هناك، لان التذاكر بتاعت المباراه الاولى نفدت كلها من على الموقع، فمشكوره شركه النادي الاهلي للخدمات. بكره هيكون في الاستاذه نسمة مديره في الشركه ان هي هتبدا طرح التذاكر ليهم هناك، تذاكر موجوده يعني هتتحرك بها لدبي للمصريين لمشاهده المباراه. ان شاء الله باذن الله، يعني ملف مهم جدا، مجهود كبير وعظيم من حضرتك من مجلس اداره النادي الاهلي، وده امر اكيد يعني مهم جدا. لكن في نفس الوقت بخلاف هذا الملف الناس كلها دايما بتتفائل زي ما قال الكابتن اسامه حسني في بعثات النادي الاهلي. انا عن نفسي ما سافرتش معاك سفر غير لما رجعنا، شايف ازاي البطوله بظروفها يعني بمركز حضرتك عضو مجلس اداره النادي الاهلي، برضو الكلام ايه، التفكير ازاي بالنسبه للمجلس والكلام اللي بيوصل للعيبه والجهاز الفني؟ لا برضو تانية انا بكررها دي، هو الحمد لله الحظوظ والتفاؤل دي بالجماهير النادي الاهلي والمنظومه الجميله كلها، يعني منظومه النادي الاهلي كلها هي ان شاء الله مبعث للتفاؤل، مبعث للفعل الحسن يعني. فربنا يوفقنا ان شاء الله، والاجواء كلها الحمد لله كالاخوه الاماراتيين استقبال حافل وضيافه،
ورغم كل الصعوبات اللي بيقابلها النادي الأهلي، إنما إن شاء الله نتمنى من ربنا أن يحالفنا التوفيق ويحالف المنتخب بكرة إن شاء الله التوفيق في مباراته يا رب. فهو ده دور النادي الأهلي زي ما كابتن محمود الخطيب في كلمته قريب قالها، هو بيبقى الأول مصر وبعد كده النادي الأهلي، إن النادي الأهلي طول عمره هو في خدمة المنتخبات القومية وفي رفع اسم مصر. فربنا يوفق المنتخب إن شاء الله ويوفق النادي الأهلي إن شاء الله ويفرح جماهيره العظيمة وجماهير مصر كلها. شكرك استاذ طارق، بالتوفيق دايما. الف شكرا. سلام. ده كان لقائنا مع الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويه بالنادي. بالمناسبه طبعا عايز اطمن كل الناس على المهندس خالد مرتجي، خبر اكيد كلنا عرفناه خلاص، يعني المسحه بتاعته بقت خلاص سلبيه، موجود معانا بشكل طبيعي في مقر الاقامه النهارده، حضر مران الفريق ويعني متابعه مستمره منه كرئيس بعثه طبعا للنادي الاهلي هنا في ابو ظبي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي في هذه البطوله. كابتن اسلام يا كابتن اسامه، العوده لكم في الاستوديو، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا امير هشام، وطبعا كلام هام جدا فيما يخص بعثه النادي الاهلي في الامارات، وكلام مهم جدا قاله الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه اللي طمنا على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه والرؤيه المستقبليه، وايضا طمنا على بعثه النادي الاهلي. طيب خلينا بقى نكمل كلامنا. انا عايز برضو اقول بالمناسبه، انا نسيت، احنا بقى لنا ساعه عايزين نقول هذا الكلام. السنغال فازت على بوركينا بثلاثيه مقابل هدف واحد، وبالتالي السنغال الى المباراه النهائيه وتستعد لملاقات احد المنتخبين ان شاء الله يكون منتخب مصر. الحقيقه اللي عنده مباراه هامه جدا جدا بكره امام المنتخب الكاميروني. طيب بما اننا هنتكلم عن مباراه مصر والكاميرون، الكاميرون كريم ومصر نعم احمد ثابت. طبعا يا كابتن اسلام عندنا مواجهه مرتقبه بكره مع المنتخب الكاميروني، للدرجه اللي وصلت صامويل ايتو في بعض يعني المحادثات مع اللعيبه في المحاضره الاخيره، وصل الامر لما يشبه الحرب، طبعا الحرب الكرويه، ولكن واضح ان الامر عند لعيبه الكاميرون وعند الجهاز الفني وعند صامويل ايتو على وجه التحديد مباراه حاسمه، لهم طبعا باصين للقب. المنتخب الكاميروني شفناه من بدايه البطوله، واللي تابع مباراه الكاميرون هيلاقي ان هم ممتازين جدا على الناحيه الهجوميه، سيئين جدا 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 على الناحيه الدفاعيه، للدرجه اللي خلتنا قدام ان الفريق في الثلاث مواجهات في دور المجموعات استقبل هدف في كل مباراه من الثلاث فرق اللي قابلهم منذ البدايه. المنتخب الكاميروني بيلعب ازاي؟ بيقفوا ازاي في الملعب؟ المنتخب الكاميروني بشوفه بيقف بطريقه اقرب الى 4-1-4-1. مدير فني كونسيساو في وجهه نظري اجاد في اختيار الطريقه دي، ان هو فعلا الفرقه مقسومه اثنين، مقسومه 5-5 بكل امان، الخمسه الاماميين هم اللي شايلين مسؤوليه الفريق، وبتكلم على ثلاث لعيبه مهمين جدا عايزين نركز معاهم بكره. اول لاعب عايز اتكلم عليه هو اللاعب ده اللي احط عنده الدايره الصغيره دي، وهو اللاعب انجويزا. انجويزا رقم 8 في منتخب الكاميرون، هو لاعب نادي نابولي الايطالي، واحد من افضل اللعيبه الافارقه في نص ملعب في اوروبا، لعيب مميز جدا، وحتى الناس اللي بيحبوا يلعبوا لعبه الفيفا انجويزا تقريبا بينزل في تيم اوف ذا ويك او فريق الاسبوع تقريبا، يعني كل اسبوع تقريبا، لعيب مميز جدا جدا مع نادي نابولي وبيقدم مستوى جيد، وكمان المنتخب الكاميروني بيعتمد عليه كصانع العاب، لان طريقه اللعب بتاعت الكاميرون ما فيهاش صانع العاب. جنب انجويزا معلش يا كيمو، انت بتقول الكاميرون تابع 4-1-4-1، ممكن مدرب البرتغالي للكاميرون يغير طريقه اللعب زي ما شفنا وحيد خليوزيتش مدرب المغرب بعد ما كان بيلعب طول بطوله باثنين مهاجمين، جه في مباراه مصر لعب بمهاجم واحد، ممكن نشوف بكره تغيير في طريقه لعب الكامل، ولا هي خلاص طريقه ثابته عندهم؟ لا انا اشوف يا كابتن اسامه ان الطريقه هتفضل هي، ان هو اصلا ما عندوش خيارات كتيره زي المنتخب المغربي. المنتخب الكاميروني كمان انجويزا مش حتى بس ما بيلعب 8 كهو عشان هو مميز في الباسنج او مميز في الهجوم، لا ده واحد على الشق الدفاعي مميز جدا جدا جدا، وكمان الورك ريت بتاعه بيقدر يسترد وبيرجع يرتد لنص ملعبه بسرعه كبيره، فهو ما عندوش ازمه يلعب الطريقه دي طالما ان هي اصلا معتمده على انجويزا اللاعب رقم 8، وهنبص عليه بكره ان شاء الله. اللاعب التاني اللي عايز نركز معاه بكره اكيد طبعا ابو بكر المهاجم النصر السعودي اللي كل الناس مركزه معاه من زمان، بتكلم على
توكو إيكامبي جناح نادي ليون الفرنسي، سرعه فائقه، لعيب مميز جدا، سواء حطيته على الجناح او حطيته في جنب ابو بكار كمهاجم تاني. يعني نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان كوامي بيخش مع ابو بكار في كامبي، بيخش مع ابو بكار لما بتتقلب الطريقه ليه 4-4-2، وعشان كده شفنا كم الاهداف يا احمد اللي جت لمنتخب الكاميروني من الكرات العرضيه. احنا بنتكلم على اثنين طوال قامه كمان اقوياء على المستوى البدني، في اي تدخلات ثنائيه بيقدروا ياخدوها. طيب عايز اضيفه على ايكامبي ان هو اصلا بيلعب مع ليون ليفت وينج، بيلعب على الناحيه الشمال، مع المنتخب الكاميروني بيلعب على اليمين، وكمان بينقلب بيلعب راس حربه سريع. فاحنا قدام مهاجم متكامل من كل الاوجه ومصدر خطوره شديده جدا. في وجهه نظري اكتر حاجه بكره الكاميرون هتلعب عليها هي الكرات العرضيه. صح كريم، تكمل الكلام كريم، يمكن لو منتخب مصر بقى ايه اللي خاف منه من الكاميرون؟ الكرات العرضيه بيعملوا كره، اكتر فرقه في البطوله عامله كرات عرضيه منتخب الكاميرون، بيعمل 24 كره عرضيه في الماتش الواحد. دي اول نقطه قوه. النقطه الثانيه زي ما كريم قال، يمكن هم عندهم ايكامبي احيانا بيلعب شمال واحيانا يمين، ايكامبي دايما بيبقى في ظهر يعني تعالى مثلا نبدا بالحالات اهو، اول حاله معانا مثلا لما نيجي نبص زي ما احنا شايفين كولينز فاي، جيب بس جيب واحد عرضيه من ناحيه اليمين، عرضيه من ناحيه اليمين، ده كولينز فاي اهو بيرفع زي ما احنا شايفين، مين اللي رايح، مين اللي قاطع؟ ابو بكر. بص يا كابتن اسامه، ابو بكر بيتحرك، وكابتن اسلام بص المساحه اللي ما بين الاثنين المساكين، دايما بيقطع في العمق، دايما ابو بكر ده بيقطع في المساحه ما بين الاثنين المساكين كده اهو، بالظبط اهو ابو بكر بيقطع في المساحه دي ما بين الاثنين المساكين دايما في كل الاهداف كره عرضيه. طب انا هنا قدامي لازم يا اما امنع العرضيه. بقى دكتور منتخب مصر وقف الخطوره ازاي؟ احمد حجازي من العناصر الاساسيه، واهم حاجه بيمتاز بالطول. صح. النهارده ازاي ممكن بكره نشوف ايمن اشرف ولا نشوف الونش من البدايه الافضل، مين يكون موجود جنب عبد المنعم؟ طبعا خساره كبيره في ماتش احمد حجازي في ماتش زي ده، لانه هو واحد من اهم اللعيبه واهم المساكين في الكرات العاليه، وبكره انت بتقابل الكاميرون اللي هم مميزين بالالتحامات الهوائيه. انا شايف طبعا الونش افضل بكتير، الونش وجنبه ثلاثه، الونش وعبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي. حمدي فتحي جاهز ان شاء الله، وابو جبل برضو تاكد جاهزيته يعني ان شاء الله، يبقى ابو جبل والونش ومحمد عبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي، لان حمدي فتحي بيتحول كليبرو زي ما عملنا في ماتش المغرب، يقدر يبقى انت محتاج واحد في الكرات العاليه. عبد المنعم الحمل بكره عليهم كبير جدا يعني. عبد المنعم والونش وحمدي فتحي الثلاثه ان هم يقدروا يقفلوا لك. تعال بص يا كابتن اسامه وكابتن اسلام اللعبه دي برضو اهو، ده ابو بكر اتحرك فين؟ في المساحه اللي هي ما بين الاثنين المساكين، برضو نفس الشكل في العمق، نفس الكورة. تعالى برضو لعبة تانية اهي، دي برضو منين؟ من الجنب اليمين. الجنب اليمين على فكرة كولينز فايل باك رايت ده عامل 3 اسيست هجوميا ممتاز. من اقوى اسلحة الكاميرون هو الباك رايت كولينز فايل اللي بيعمل الاوفر بالعرض. مين اللي بيتحرك يا كريم في الاول؟ الاولاني ده مين؟ اللي دايما واحد بيقطع القريبة ودايما واحد قاطع البعيدة في التحركات، عشان كده المساكين لازم انا اكون حاميهم بتالت، زي ما كابتن اسامه قال ان انا عايز واحد ثالث، هو ده اللي يعمل الدور ده حمدي فتحي. يبقى واحد هيروح، لازم نخلي بالنا ايكامبي او ابو بكر دايما بيقطع القريبه، وايكامبي هو اللي بياخد البعيده او العكس، هم دي نقطه خطورتهم. عندك اثنين يعني حمدي فتحي تواجده مهم عشان يبقى كانه مساك ثالث مع الونش ومع محمد عبد المنعم، طبعا عشان يقفل لك خطوره الكاميرون في الكرات العرضيه. انت بتقابل بكره اثنين مهاجمين مزعجين جدا، نقطه سلاحهم الكرات العرضيه، هم 4-1-4-1 ولكن احيانا كتيره بتتحول 4-4-2 بوجود ايكامبي دايما كمهاجم جنب ابو بكر، دايما الاثنين جنب بعض زي ما احنا شايفين الصوره دي. بص برده الصوره اللي بعدها نفس الشكل، راحت ادي مين اللي قطع القريبه؟ ده ابو بكر. مين اللي على البعيده بقى؟ ايكامبي هو اللي دخل. ايكامبي ايكامبي ده في ماتش جامبيا الاخير. فبالتالي واحد دايما اهداف ست اهداف، واحد جاب 6، ابو بكر جاب 6، وايكامبي جاب 5، ال 11 هدف هم اقوى خط هجوم. فاثنين لعيبه بيمثلوا نقطه قوه بكره، الخطوره كلها في الكرات العرضيه. في نقطه كمان غير الكرات العرضيه عايز اتكلم فيها، يمكن كريم بيتكلم على انجيزه، انا برضو فيها كريم، مارتن هونجولا اللي هو اللي جنبه ده برضو بالنسبه لي مفاجاه في البطوله. يعني انجيزه بيلعب في نابولي عارفينه، لكن ده اللي بيلعب في فيرونا مفاجاه، ده عامل 3 اسيست، اللي هو اللعيب رقم 18. هنا دور مين مهم جدا؟ مين اللعيب اللي هيقرب من رقم؟ انا مستني بكره الماتش عشان اشوف تعليمات كارلوس كيروش، مين اللي هيمسك اللعيب اللي عليه السبوت ده؟ ليه؟ لانه دايما بيعمل تمريرات، بص في المساحه اللي هي ايه اهي، ادي المساحه اهي، بص ابو بكر بقى هيعمل ايه،
بتتلعب في الحته دي. مين اللي بيلعبها؟ اللي هو هنجولا. هنجولا اللي هو مين اللي هيلعبها له بقى؟ بص بتلعبها من فوق المدافعين في الحته دي بالظبط. فانت النهارده دور مصطفى محمد اللي بنتكلم عليه، دور مصطفى محمد في عمليه الضغط على سفيان مرابط في مباراه المغرب والضغط على جان ميشيل سيري في مباراه كوت ديفوار، لازم بكره مصطفى محمد يقرب من رقم 18. وكذلك النني، النني دوره مهم جدا 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 ناحيه اليمين، لان الجبهه ناحيه اليمين بتاعتنا اللي فيها عمر كمال بيروح فيها اكتر من لاعب، يعني ابو بكر بيتحرك فيها. بص في الصوره دي مثلا، اعمل ديليت لل، بص في الصوره دي في كام واحد؟ ادي واحد، ادي ابو بكر رايح عشان يقطع في المساحه دي، وادي الثاني اللي هو الايكامبي، والثالث وادي الجناح الشمال، وادي رقم 18. فانت عندك ثلاثه لازم تقفل الجبهه دي بقوه، لازم النني يكون رايح بيرحل عليك، لازم حمدي فتحي برضه بيقفل العمق. نعم. ولازم في نفس الوقت مصطفى محمد ان انا امنع الخطوره من بدري جدا. تعالى برضه نبص على الصوره دي، الكره هي جت لابو بكر، دي اللي انفرط فيها، دي اللي انفرط فيها نفس الشكل بالظبط. تعالى بص برضو الكره، لا دي سبعه، لا بس هات الكره اللي فاتت دي يا احمد، معلش اللي فاتت، هات الكره اللي فاتت اللي هي دي العرضيات. أنا بس عايز اقول لكم على حاجه في دي، اتفضل، لانه لازم، لا اللي جايه اللي بعدها هي كانت معموله صح، اللي بعد دي بعديها بقى، هات اللي بعدها، اتفضل. ايوه دي دايما في الكرات اللي زي دي، طبعا اسامه هيبقى فاهم يعني الحاجات دي، لانها هو هنا المدافع حط نفسه بره اللعبه يا اسامه، حط نفسه بره اللعبه تماما. طيب. لانه خلاص هو خد الكوره وحط الراجل في ظهره، يعني هو انا لو واقف كده اخدت الراجل في ظهري ورايح اجيب جون زي ما هي باينه كده قدام. ابو بكر الاقرب انه يسدد بشماله، فرصه اكبر، ده عنده كل الفرص، عنده ان هو يسدد بشماله، هو خلاص خده في ظهره. وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا بكره من نقطه زي دي، لان دي نقطه مهمه جدا 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 في كيفيه الدفاع المصري في كره زي دي. لان ممكن كره واحده زي دي، كره واحده بس تخلينا لا قدر الله، لا قدر الله يحصل ان احنا نتغلب ولا او يخش على واحد معاه ابو بكر يا كابتن اسلام، صعب ان هو بدنيا كمان يعني. خلي بالك يا كابتن اسلام، اللي احنا شفناه في مباراه كوت ديفوار وشفناه في مباراه المغرب، كيروش بيضيق دايما المساحات وبيعتمد على محمد صلاح في الانطلاقات، كان على تريزيجيه، كان على عمر مرموش. فالنهارده المساحات دي مش هيلاقوها بكره منتخب الكاميرون، خاصه ان بكره اول مباراه حقيقيه وقويه لمنتخب الكاميرون في البطوله. مظبوط. الدوائر اللي انا حطيتها، بص كام واحد بيهاجم بكام واحد، واحد مأمن 10 على 10 اللي هو رقم 25 او 25، بعدين عندك واحد اثنين ثلاثه، ومن قدامهم ابو بكر، وبالتالي انت لما بتيجي تهاجم تهاجم بخمسه، وعندك خمسه مأمنين ورا. ده منتخب انا بشوف، يعني انتوا بتقولوا ان المنتخب ده اقل دفاعيا شويه، لا انا بشوف ان هو لما يجي يلعب هنا، اعتقد كانوا بيلعبوا ده كان جزر القمر. خلي بالك ده المفروض ان ده فريق اقل منهم بكتير. نعم. ولكن ما عندهمش راس حرق، ما عندهمش حارس مرمى، ولكن كان بيهاجم بخمسه وفي خمسه واقفين ورا، فما بالك لما يجي يلعب منتخب مصر. النقطة دي مهمة جدا، لأنه أنا بشوف إن الناحية الدفاعية هي اللي هتفرق معانا كتير جدا في موضوع منتخبنا الوطني. اللي احنا برضه اتفضل يعني. تأكيدا لكلام كابتن إسلام، الكاميرون ما خرجتش بكلين شيت غير مباراة واحدة بس من الخمسة اللي لعبوها. يعني ماتش واحد بس، ده بيأكد إن هم عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا. أنت بتلعب على أرضك. أنا بقول عندهم مشاكل وكل حاجة دفاعية، لكن الهجوميا أقوياء. طبعا. نشرح بقى نقاط الضعف عشان ما تبقاش الصوره كلها ان الكاميرون يعني وحش كاسر لا 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 يقهر. لا، الكاميرون عندها مشاكل كبيره جدا، وانا جايب حاله لطيفه جدا بصراحه، حاله ظريفه قوي عجبتني، اللي هي مبينه المشكله اللي عند المنتخب الكاميرون، وهي من مباراه الكاميرون واثيوبيا. الهدف الاثيوبي لما تيجي نبص عليه حصل ازاي من بدايته، هنلاقي ان في كارثتين حصلوا من الاثنين فول باكس. اللي انا بتكلم عن نقطه ضعف المنتخب الكاميروني في وجهه نظري دفاعيا، هما الاثنين فول باكس، سواء كولينز فاي لاعب نادي ستاندرد لياج البلجيكي، او تولو نوهو لاعب سياتل واندرز ساوندرز الامريكي. ببساطه الهجمه الاثيوبيه بدات يا كابتن اسامه من الجبهه اليمنى لاثيوبيا، اللي هي اليسرى للمنتخب الكاميروني، اللي هي بيلعب فيها طبعا فاي في اللعبه دي خرجوه بره اللعبه بلعبه بسيطه جدا، اتعمل 1 2 ما بين اثنين لعيبه، واللاعب خد المساحه اللي ورا فاي
وفايف فضل يتفرج عليه وتخيل ان الراجل مش هيجري ولا هياخد اي مساحه منه. نبص على الصوره اللي وراها ونشوف لاعب اثيوبيا وصل لفين ونبص فاي وصل فين. ده فاي كان في مساحه، نشوف المساحه اللي كانت ما بينه وما بين اللاعب الاثيوبي، كانت قريبه جدا، كان معاه يعني كتف الكتف، اتعمل ال1 2 وهو واقف والتاني جري وسبق. هنا بقى في الصوره دي عايز نبعد تماما عن اللعبه اللي هناك، بلاش نركز مع، عايزين نركز مع الراجل ده، عايزين نركز مع طوله. طوله في اللعبه دي راجع بيحاول يعمل دور المساك، اي دور فول باك في الناحيه الدفاعيه لازم يضم للداخل عشان يعمل دور المساك، وجاي من وراه اللاعب الاثيوبي لا احط عنده علامه الاكس وماشي ولا له دعوه بالحياه خالص، وسايب طوله بيجري قدامه. نبص في الصوره اللي وراها نشوف طوله هيعمل. طبعا شفنا الغلطه الاولى اللي حصلت عند فاي، شوف طوله في اللعبه دي حصل ايه من اللاعب الاثيوبي. اللاعب الاثيوبي خد قرار انه بدل ما ينطلق بشكل طولي ضحك على طوله، قال له لا انا انا شايف انت بتنطلق اتجاه مرماك ومش باصص عليا، فانا هخش بشكل في للعمق وانت مش شايفني. طبعا طوله مش واخد باله، لان طبعا ده جزء من الذكاء الدفاعي عند الفول باك، ما خدش باله خالص من الراجل ان هو الراجل بيقطع عرضي ما بيقطعش طولي، وبالتالي وجدنا نفسنا في الحاله الرابعه. الحاله الرابعه وكان فيه، وشوف برضو المساحه يا كابتن اسلام، الراجل كان بعيد جدا جدا عنه، خطف الخطوتين ووب دخل لقى نفسه مواجه للمرمى. طيب. وخلاص طبعا الصوره يبقى ده بيخلي نقول ان عمر مرموش محمد صلاح يجي من بره لجوه دايما، الحته اللي ما بين المساك وما بين الباك دي افضل نقطه ممكن يشتغلوا فيها. بالظبط. وكمان عندهم مشكله يا كابتن اسامه ان هم ما بيتحركوش مع الكوره يعني حتى مع اللاعب. طيب. هم ممكن اتفضل تمام فضل. لا كمل الناحيه الدفاعيه. كل بس عايز اقوله ان طوله في اللعبه دي فعلا بنتكلم على ذكاء يقترب من الصفر، ان انت النهارده كل ركزت فيه ان انت عايز ترجع لمنطقه الجزاء تقف بجسمك وانتهى الموضوع، مش شايف مين اللي جاي وراك، وبالتالي اللاعب الاثيوبي قدر ان هو يضحك عليك بخدعه بسيطه جدا واصفر عنها الهدف. طيب منتخب مصر، منتخب مصر بقى التشكيل يعني الافضل بكره للمنتخب المصري من وجهه نظري، طبعا في حراسه المرمى محمد ابو جبل، نتمنى ان هو يكون جاهز يعني بنسبه 100%. كل الاخبار اللي جايه بتقول ان هو جاهز وان هو شارك في التمرين 100%. يعني نيجي للاثنين المساكين محمود الونش ومحمد عبد المنعم، اعتقد ان محمد عبد المنعم هو اللي هيبقى يمين والونش هو اللي هيبقى ناحيه العدله بتاعته الشمال، على حسب العدله بتاعته. وناحيه الشمال احمد ابو الفتوح، ناحيه الشمال اليمين عمر كمال عبد الواحد، قدامهم حمدي فتحي. ليه حمدي فتحي؟ قلنا عشان خطورتهم دايما في العرضيات، هو اللي يقفل حته العمق الدفاعي بتاعتنا ويدينا الحمايه ويعمل تغطيه للاطراف. للثلاثه محمد النني ناحيه اليمين وعامل دور مهم جدا في خلال البطوله في التغطيه على عمر كمال عبد الواحد. ناحيه الشمال عمرو السوليه يقدر يقفل مع الجبهه اليمين القويه اللي فيها كولينز فاي وفيها بيروح له اوكامبي وبيروح له نوكولاس فيها، فجبهه قويه جدا، يقدر عمرو السوليه يعمل جبهه قويه مع احمد فتوح. التلاتة اللي قدام طبعا لا خلاف على محمد صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد. ليه مش تريزيجيه؟ اعتقد ان تريزيجيه بفايق بس برضه لسه بدنيا ما ياخدش من البدايه من 90 دقيقة، ممكن يبقوا 120. زيزو ورقة رابحة معاك، ممكن تغير ورقة رابحة، وزيزو ورقة رابحة، زيزو تغييرة كويسة، بينزل يغير لك الريتم بتاع الماتش، بيحول لك بيديك سرعة تحول قدام، بيديك قوة بدنية أكتر، لأن احنا برضه في نقطة مهمة جدا، احنا لعبنا 120 دقيقة ماتشين قدام المغرب وقدام كوت ديفوار. الكاميرون ما لعبتش 120 دقيقة. ده خلينا اسألك يا دكتور، طب البداية احنا شفنا البداية في المغرب بيدخل فينا هدف واحنا لاعبين خارجين من ماتشين جامدين قوي 120 دقيقة، رايحين لمنتخب مريح، البداية بتاعتنا واحنا بنلعب الكاميرون وسط جماهيره نضغط من فوق ولا نستنى ونسيب لهم تلت ملعب ونسيب لهم الكره ونشتغل بعد كده في المساحات؟ انا شايف البدايه لازم تستحوذ على الكره اكتر، لازم تعمل اكبر عدد من التمريرات لسبب ان هم جمهورهم متعصب جدا ومتحمس وهيملي الملعب. بكره منتخب مصر حوالي 600 او 700 فرد بس، فالملعب هيبقى مليان على الاخر من الجمهور، فانت لازم، وهم كمان على فكره هيبقوا خايفين منك، يعني انا عندي احساس ان المدرب بتاعهم ممكن يلعب بثلاثه ورا. ليه؟ لان هو عنده مشاكل، بيلعب اصلا ثلاثه في التصفيات في البطولة دي، ما لعبش خصم قوي، فممكن بكرة ده برضو زي ما عمل مدرب منتخب المغرب، كان بيلعب على طول باتنين راس حربة في مباراتنا، راح لعب باربعة ثلاثة ثلاثة ولعب بمهاجم واحد، فممكن بكرة منتخب الكاميرون يكون عامل لنا ألف حساب ويلعب بخمسة ورا، يلعب بخمسة ثلاثة اثنين يبقى إيكامبي وأبو بكر قدام ويلعب بثلاثة مساكين، فأنت لازم تستغل الشخصية اللي مصر
بنت بيها في البطولة دي، ان انت تعمل اكبر عدد من التمريرات عشان تمتص الحماس الجماهيري بتاعهم. ويا سلام لو جبنا جون بدري، هتبقى طبعا حاجة كويسة جدا يعني. طيب اذا دي مباراة مصر والكاميرون، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر يقدر يوفقنا بكرة ان شاء الله في هذه المباراة الهامة جدا وصعبة جدا. سريعا جدا برضو عايزكم تكلمونا عن مباراة الجزيرة الإماراتي وفريق بطل تهيتي. اتفضل. الجزيرة الإماراتي طبعا يا كابتن اسلام زي ما احنا شايفين كده عنده اكتر من لاعب مميز. يعني لو استعرضنا حتى المعدل العام بتاعه، لو جبنا نجيب الارقام بتاعه المعدل العام، عندهم لعيب برازيلي اسمه برونو لوفيرا صانع العاب مميز، عندهم فيكتور صا البرازيلي لعيب كويس جدا، عندهم علي مبخوت ده اغلى لعيب طبعا الهداف ثامن ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخبات الهدافين الدوليين. أي. ده المعدل العام للفريق بتاع الجزيره الاماراتي، معدل استحواذه مع الكوره 59%، معدل التمريرات بيعملوا 588 تمريره، عاملين 80 فرصة في الدوري، أهدافهم جايبين 22 هدف يعني قوة هجومية برضو 1.7، عندهم مشاكل دفاعية داخل فيهم 17 هدف، معدل محاولاتهم 12، بيعملوا عرضيات كتيرة جدا عاملين 120 عرضية. نجيب برضو الأرقام بتاعت نقاط القوة، مين أبرز اللعيبة فيهم؟ في لعيب مميز قوي اللي هو عبد الله ديابي، يعني أتمنى الناس تتابعه في البطولة دي، اللي هو اللعيب المالي ده كان بيلعب في سبورتنج لشبونة وبيلعب في اختافي وبشكتاش وكلوب بروج، اللي هو هداف الفريق ده، بيلعب جناح ولاعيب مميز قوي بالتسديدات، بيشوط من اي حته في الملعب. عبد الله ديابي ده من هداف الفريق، جايب 5 اهداف. هداف الفريق برده عبد الله رمضان ده صانع العاب 4 اهداف، وعلي مبخوت اللي اتكلمت عنه واحد طبعا من الاساطير عندهم هناك في نادي الجزيره، هو الاكثر محاولات على المرمى، التمريرات الاكثر تمريرات عبد الله رمضان عامل 1171 تمريره، العرضيات محمد ربيع اللي هو المغربي الباك رايت بتاعهم عامل 21، المراوغات جواو فيكتور اللي هو البرازيلي الجناح الشمال، دايما البرازيليين ممتازين في حته المراوغات. الفرقه دي فرقه قويه، اعتقد ان هي هتكسب بكره. مواجهه سهله. مواجهه سهله بالنسبه لهم، بس هيلاقوا صعوبه بقى في المواجهه اللي بعد كده قدام الهلال السعودي. لان الهلال السعودي قصه ثانيه وجايبه صفقات تقيله. الهلال السعودي دي قصه لطيفه جدا ممكن نتكلم فيها خلال الايام اللي جايه. اذا الجزيره الاماراتي هو الاقرب من الاقرب طبعا للفوز غدا في الافتتاح. هذه المباراه. الاقرب للفوز غدا في الافتتاح بالتاكيد، لانه فرقه قويه جدا وعلى ملعبها يعني. عموما نتمنى، انا شخصيا اتمنى كل التوفيق للجزيره الاماراتي. طبعا وبكره يعني بيلعبوا في ملعبهم وسط جمهورهم، الحظوظ الاكبر ليهم، خاصه سمعنا مدرب اوكلاند سيتي السابق البطل تهيتي مشواره يعني هو قالك انا مش عارف قالك يعني فريق مجهول ما اعرفش عنه اي حاجه. فمش في الصوره يعني. فنتمنى طبعا للجزيره فريق عربي كمان، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ملوش قيمه تسويقيه، الداتا حتى عنده صعبه، مفيش قيمه تسويقيه على موقع ترانسفير او اي موقع يعني، ملوش قيمه تسويقيه، ما تعرفش تجيب حتى تشكيلهم عامل ازاي، صعبه قوي يعني. متفائل يا كيمو بالبطوله؟ طبعا يا كابتن حسام، طبعا بس نقل المشكله ان الماتش بكره جاي في ماتش منتخب مصر. فاكيد طبعا جمهور مصر مش هيقدر يتابع المباراه بالشكل الامثل للاسف. احنا يعني متعه مونديال الانديه في البدايه مش هتبقى في افضل حالاتها بسبب التداخل في المواعيد ما بين البطولتين. نتمنى ان شاء الله منتخب مصر اكيد طبعا يفرحنا بكره باذن الله ويتاهل لمواجهه السنغال. اكيد ثلاث مواجهات في اقل من تقريبا شهر واسبوعين ان شاء الله، يبقى بين مصر والسنغال فاينل كاس امم ومواجهتين ان شاء الله المونديال باذن الله. باذن الله اذا قدرنا نعملها تبقى حاجه مميزه، وكمان نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لما يبدا مشواره يوم السبت باذن الله ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا كريم سعيد واحمد ثابت، ان شاء الله نكمل بكره ان شاء الله بقيه فرق كاس العالم للانديه. اسامه خلينا نطلع نشوف امير هشام عمل لقاء مع بدر بنون اللي طلب الحقيقة أنه يكون متواجد لمؤازرة اللاعبين في بعثة النادي الأهلي. كان متواجد بدر بنون وكان متواجد أمير هشام بعد عناء طويل جدا. إيه اللي حصل وماذا قال بدر بنون؟ نطلع فاصل ونطلع نشوف تقرير مع بدر بنون، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل أحد نجوم النادي الأهلي الكبار، النجم الكبير كابتن أحمد رؤوف هيكون في ضيافتنا بعد هذا التقرير وهذا الفاصل. كابتن أحمد رؤوف. الحمد لله أنا لسه واصل على الإمارات علشان أدعم زملائي وأصحابي، وأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في البطولة دي. وأولا عاوز أبارك لحبيبي وأخوي إسلام الساطر على البرنامج الجديد بتاعه الأهلي في المونديال، وأتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في البطولة دي.
شفنا الترحاب الشديد اللي استقبله يعني لاعيبه النادي الاهلي البدر بنون والجهاز الفني والاداري بكل تاكيد كابتن سعد عبد الحفيظ وحديث مطول معاه. العلاقه دايما ما بينك وبين زمايلك كويسه، واكبر دليل على كده ان انت كنت حابب قوي ان انت تكون موجود رغم انك مش هتشارك في بطوله مهمه زي دي، وانا عارف ان دي حاجه صعبه لاي لعيب، لكن عايز اتكلم في الجزئيه دي تحديدا، العلاقه ما بينك وما بين اللاعبين وبينك وبين الجمهور اللي كان قلقان عليك جدا وبعت لك رسائل كتير جدا عشان يطمن عليك. بص والله الحمد لله من اول ما نزل الخبر كده تلاقيت كل اللاعيبه وكل الناس الشغاله في النادي هنا، لا مسؤولين لا اداريين لا الناس لا من جمهور النادي الاهلي برضه لا من لاعيبه، كل يوم كانوا بيبعتوا لي رسائل، وبخصوص تبقى رسائل تحفيزيه علشان ما ازعلش ولا حاجه. بس الحمد لله انا من اول يوم ما سمعت الخبر والله قلت حاجه بتاعت ربنا، قدر من ربنا، الحمد لله على كل حاجه. والحمد لله العلاقه بين كل اللاعبه هنا في النادي الاهلي هي علاقه اخوه قبل كل حاجه، وبود اشكرهم على قناه الاهلي، بود اشكر كل اللاعبه على دعمهم، واتمنى لهم زي ما قلت لك انهم يداروا بوجه مشرف النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. حبيبي اخيرا بقى هتكلم معاك عن البطوله نفسها، بطوله صعبه، الاهلي بيواجه ظروف صعبه شويه بخصوص اصابات كتير، غيابات مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه من اللعيبه الدوليين، ازاي بتشوف مشاركه الاهلي في البطوله دي ورسائلك للعيبه زمايلك قبل انطلاق اول مباراه باذن الله؟ بص انا اقول لك على حاجه وهي حقيقه، انا اول ما نزلت على النادي الاهلي هنا سمعت مقوله بتقول الاهلي بمن حضر، الحمد لله الاهلي بيتوفر على لعيبه كويسين، احنا ما عندناش لاعب اساسي ولا لاعب احتياطي، الحمد لله في تركيبه بشريه كبيره، ممكن اي حد ينزل الملعب يموت نفسه علشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. زي ما قلت لك بتمنى لكل لاعب يكون موجود في اليوم ده انه يكون كويس وموفق من ربنا، لاننا كلنا بندافع على حاجه وعلى الشعار اللي وراه جمهور كبير قوي قوي. بتمنى التوفيق لكل اللاعبين اللي راح يكونوا موجودين في الملعب، وان شاء الله انا عندي احساس ان شاء الله اننا حنعمل بطوله كبيره ان شاء الله. اخيرا بقى عشان اقفل بعد ما يعني نقفل ملف النادي الاهلي واتطرق معاك سريعا لمنتخب مصر والمواجهه اللي كانت مع المنتخب المغربي الشقيق، وازاي تابعت المباراه دي؟ انت يعني كنت ضمن بعثه منتخب المغرب لكن الاصابه عطلتك عن البطوله، تابعت المواجهه ازاي والحماس الشديد اللي كان موجود في الملعب اللي كان عكس طبعا العلاقه الممتازه جدا، وشفنا لقاءات كوب بلاعيبه منتخب مصر والصور التذكاريه مع صلاح، ويعني علاقه كانت ممتازه جدا. طبيعي الملعب بيبقى فيه ضغوط وبيبقى فيه شده وكل واحد بيدافع عن منتخب بلده، لكن عايز اكد من خلالك على العلاقه الكويسه ما بين لاعبي منتخب مصر ولاعبي منتخب المغرب، وطبعا بدايه ازاي تابعت اللقاء ده؟ بس خلي بالك والله ما حصلش حاجة، دي زي ما قلت انت ماتش في الملعب خلاص ممكن تتوقع اي حاجة، بس برا الملعب كنا زي الاخوات، كنا شفت لعيبة بتاع مصر بعد المباراة جاوا كانوا بيواسوا لعيبة بتاع المغرب، واحنا كمان انا قابلت لعيبة هناك، الحمد لله الامور كانت طيبة من قبل الماتش لغاية ما بعد الماتش، احنا كشعبين الحمد لله احنا بنحب بعض، الشعب المغربي بيحب الشعب المصري والشعب المصري بيحب برضو الشعب المغربي، وكلنا شفنا الصور والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، دي في الاول في الاخير بتبقى مباراه كره القدم، ومبروك انا اقول مبروك المنتخب المصري وهارد لك لمنتخبنا، وان شاء الله احنا اسفين لجمهورنا الجماهير المغربيه اسفين على ما كناش كنا عاوزين نوصل لابعد نقطه في البطوله دي، بس قابلنا منتخب كبير، والكوره في الاول في الاخير بتبقى فوز وخساره وتعادل، الحمد لله كان يوم المنتخب المصري، بس ان شاء الله احنا حن نحاول نبسط الجمهور المغربي من خلال او ان شاء الله الكاس العالم مقابل الجاي. اختم معاك برساله لجمهور النادي الاهلي بقى اللي اطمن عليك من خلال اللقاء ده. بصوا انا الحمد لله والله بصحه جيده والامور كلها تمام، هي بتبقى شويه فحوصات ان شاء الله، وارجع لكم على السنه دافع على النادي، وخليكم سندينا في البطوله دي وسندوا كل اللاعب ان شاء الله على السنه نظهر بوزن مشرف للنادي الكبير ده. شكرا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، احد نجوم النادي الاهلي في عصور مختلفة، عصور الذهبية المختلفة الحقيقة، النجم الكبير كابتن احمد رؤوف. ازيك يا رؤوف؟ كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ كل سنة وحضرتك طيب. الحمد لله. انا مش عايز اخلي اسامة يسلم، انت اتنين راس حرب عليا النهاردة فيعني. رحب بيك يا ابو حميد، وخلي بالك كابتن اسلام، كابتن احمد رؤوف مدرب عام في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في فريق 2006، وما شاء الله هيبقى حاجه في المستقبل، حاجه داخل في الناشئين عشان لا حاجه هتكسر الدنيا ان شاء الله، عشان الابطال او الاجبال مع الناشئين. مع كابتن اسامه طلعت حلقه قبل كده مع كابتن اسامه. لا يا راجل والله كانت حلوه. طبعا انا فاكر، لا كانت حلقه جميله. لا بس ما شاء الله هيكون مدرب ليه مستقبل كبير ان شاء الله والله. والفرقه انت بتقول لي بتاعته 2006، فرقه 2006 كمان ما شاء الله، فرقه حاجه، فرقه كويسه، حاجه مكسره الدنيا في المباريات، وفرقه مليانه يعني. شفنا احنا الفتره اللي فاتت 2001 و2003 والناس كانت معجبه بالمواهب اللي طلعها موسيماني وقدمها في كاس الرابطه، لما نشوف 2005 و2006 حاجه ما حصلتش. يحاولوا يلعبوا يعني هم كمان السنه الجايه، الكاس الجاي ان شاء الله، 8 منتخب مصر يا كابتن، 8 لاعيبه منتخب مصر. بسم الله ما شاء الله. معانا مدير فني كابتن سامر عبد الرحمن، مدرب كبير، مدرب كويس يعني. حقيقي يلا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي وال2006 ولكل الفرق القطاع الناشئين. الحقيقه اللي واضح ان هو عامل مجهود كبير جدا جدا برئاسه الكابتن خالد بيبو والمدير الفني لقطاع الناشئين مستر بروكيتش. كانت حلقه حلوه الحلقه بتاعت بروكيتش، يعني انا اتفرجت عليها، اتكلمتوا في حاجات فنيه كانت واضحه جدا ان هناك سياسه عامه النادي الاهلي ماشي بيها في قطاع الناشئين. قبلها كان معايا انا خالد بيبو، الحقيقه برده كانت حلقه برده حلوه، والكابتن عرفنا ان النادي الاهلي ما لعبش ماتش الجونه والاسماعيلي والمقاولين كده يعني اللي هو يلا نلم شويه عيال من هنا وشويه عيال من هنا ونلعب، لا عرفنا ان دي استراتيجيه بقى لها سنتين شغالين بيها. فالحقيقه يعني استراتيجيه واضحه جدا بيعملها النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ولكن خلينا بقى نروح لكاس العالم للانديه رؤوف، مهم جدا البدايات، دايما بدايه كاس العالم للانديه بكره هي طبعا في ظل وجود مباراه مصر والكاميرون هنتكلم عنها في الجزء الثاني، ولكن بكره افتتاح كاس العالم للانديه، جزيره الامارات هيلاعب بطل تاهيتي، يعني شايف البدايه ازاي في ظل مباراه مصر والكاميرون الناحيه الاخرى؟ هي طبعا حته البدايات طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، انا شايف ان الجزيره طبعا هيبقى كعبها عالي طبعا في الماتش ده، طبعا بحكم الماتش في الامارات وعلى ارضهم، بس المشكله بعد كده احنا في النادي الاهلي بعد كده في الماتش اللي بعدها يوم السبت في غياب طبعا عناصر اساسيه في الفريق، دي هتاثر علينا. بس برضو نرجع ونقول يعني الجمله طبعا الاهلي من حاضر، بس انا اعتقد كبدايه بكره مش عارف برضو يا اسامه، انا اسف جدا يا رؤوف، ودي كلمه عايزين نتكلم فيها احنا الثلاثه، هل الاهلي بمن حضر؟ هل انت لما هتلاعب فريق زي مونتري برضو، ما هو ده طبعا الاهلي بمن حضر، وانا قلت ان روح الفانيله الحمراء دايما بتبقى مختلفه، ولكن في النهايه في اساسيات المفروض بنلعب بروح الفانيله الحمراء وبنلعب بكل الكلام ده، فريق كبير بس برضه هتواجه فريق كبير طبعًا. ده قصدي يعني زي ما حضرتك تقول، بس انا كنت هكمل جملتي في الموضوع ده. انت عندك برضو يعني ست لعيبه عناصر اساسيه يا كابتن اسامه، طبعا الاهلي من حضر، بس انت بتقابل فريق كبير يعني فرقه مونتيري يعني فرقه كبيره، فبرضه غياب عناصر اساسيه من النادي الاهلي في قوام المنتخب، ست لعيبه هتقصر، تسعه سته مع الاصابات، سته مع بدر بنون، مع اكرم توفيق، مع الشناوي، تسعه لعيبه التيم كامل، فاعتقد برضه هتقصر. طيب شايف برضه حته الولاد الصغيره اللي لعبت الفتره اللي فاتت، محمد اشرف، محمد مغربي، مصطفى شوبير، زياد طارق، محمد فخري. اللعيبه دي موجود، مصطفى مخلوف، موجودين دلوقتي مع برضه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. هو المتواجد حاليا زياد طارق وفخري ومصطفى مخلوف حارس المرمى ومحمد اشرف الباك ليفت، هم دول تقريبا المتواجدين مع هم اثبتوا وجودهم في كان من حسن حظهم موضوع كاس الرابطه دي، فرقت مع العناصر قطاع الناشئين عندنا، وهم بصراحه ادوا بشكل كويس، بدليل ان مستر موسيماني خد في القائمه 4-5 لعيبه حقيقه، وهيكون ان شاء الله يكونوا متواجدين ويبقى ليهم مشاركه كمان ويقدروا. اعتقد محمد اشرف هيشارك. عجبك محمد اشرف؟ انا السنه فرقه 2001 السنه اللي فاتت مسكتها شويه. لا لعيب علي معلول الثاني لعيب كويس قوي، باك ليفت، لعيب كبير عنده ثقه في نفسه كبيره، موهوب بصراحه يعني، اعتقد هيبقى ليه دور. عايز اساله سؤال بقى كابتن اسلام، وهو كان مهاجم كبير
واحنا عندنا نقص في حته المهاجمين في كاس العالم للانديه. حسام حسن مصاب، محمد شريف موجود مع المنتخب الوطني، بيرستاو مصاب. مين بحسك الفني والتدريبي وكنت بتلعب مهاجم، مين اللي ممكن يشغل مركز المهاجم في ماتش مونتير اللي جاي؟ انا اعتقد ان لسه يعني اعتقد انا كنت لسه كنت بفكر في القصه دي، ان حسام مصاب، بيرستاو مصاب، ايوه، محمد شريف مش موجود. انا اعتقد ان مصر موسيماني ممكن يلعب من غير راس حربه، ممكن يلعب بشادو سترايكر، ممكن يلعب براس حربه وهمي اعتقد. انا بس يعني السؤال ما اعرفش، وانت النهارده لما سمعت كلام دكتور احمد ابو عبله ما يعني انا فهمت شويه ان ممكن حسام ممكن يلحق. حسام حسن آه. بس قال حسام ماشيين معاه يوم بيوم يعني بنشوف بس يعني انا بشوف ان اقرب الاسماء ما اعرفش. اعتقد ان اصابه حسام حته السمانه دي ممكن ما يلحقش برضو. يعني انت بترشح ان او تؤيد ان موسيماني ما يلعبش بمهاجم في المباراه؟ مش هيلعب بمهاجم صريح، هيلعب ممكن اربعه، مكسوني، طاهر محمد، طاهر حسين الشحات، احمد عبد القادر، مفيش راس حربه اعتقد. ده كنت بفكر فيه من الصبح النهارده في ظل الاصابات دي، اعتقد هيلعب من غير راس حربه. القادمون من الخلف، القادمون من الخلف، حمد امام الله يرحمه كان بيقولها. القادمون من الخلف في المباراه. وخلي بالك هو دي الطريقه، هو لعب كده بشويه بيرستاو. بيرستاو حتى في ماتش الزمالك بيرستاو كان بيلعب براس حربه وهمي، فاعتقد هو ماتش مونتير هيعمل كده. طب ما تقول لنا تشكيله كده. محمد هاني، ايوه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، عمار حمدي، دول يعني اربعه. يعني كده موسيماني يلعب ورا اربعه، اربعه ما يلعبش ثلاثه. هو هيلعب بثلاثه في وجود حمدي فتحي. اعتقد ما فيش حد يقدر ينفذ يلعب اربعه. عمار حمدي جنب اليو ديانج، احمد عبد القادر وقفشه، وحسين الشحات وطاهر. تشكيل حلو برضه، والله تشكيل برضه. يعني ما يخلكش تبقى مقلق قوي طبعًا. ولكن ستظل برضه انت لما هو انت سامع بيني وبينك، هي برضه حسابيه لما تيجي تبص لها رؤوف، الموضوع صعب. يعني انا بفكر ايه، انا عندي 9 لاعبين مش موجودين ما بين اصابات وما بين تواجد في المنتخب، في نفس الوقت ما انا عندي مجموعه جيده جدا. ماشي، بس برضه انت الفتره اللي فاتت كلها كابتن اسلام انت في 8-9 لعيبه هم بيلعبوا. يعني في مثلا حسين الشحات بيقعد بيلعب، طاهر، ميكيسوني بيقعد بيلعب، عبد القادر، قفشه بيقعد بيلعب. يعني ده انت ما حطيتش ميكيسوني كمان؟ لا انا حاطه، حطيته في ما انا حسين الشحات وقفشه وطاهر وعبد القادر. لا مش حاطط مش حاطط. خلي بالك انت عندك برضو مباراه ممكن يعني لازم عندك دكه، عندك بدائل وورق رابحه بره. مفيش حد يمكن الوحيد الورق اللي تبقى بره مثلا ميكيسوني. عندك زياد طارق، لو زياد وفخري يعني ومحمد اشرف، بس برضو كعناصر الخبرات برضو مش موجوده في ماتش صعب وماتش مهم زي كده. فهو ده الحل الامثل. يعني مش عارف ليه انا شايف زياد طارق برضو من اللاعبين اللي من الممكن ان يكون لهم دور. ملعب حلو وجمهور وبتاع، ولا ممكن يتخض الولد؟ يتخض ممكن يكون بديل. بديل، لكن يبدا ياخد على الاجواء الاول، ياخد على الاجواء وشويه بشويه ياخد رتم المباراه وهو قاعد على الدكه بره، لكن يبدا تبقى صعبه. هتبقى صعبه. ممكن نراهن على جمهور الاهلي في المباراه دي نسبه 100%. مليون في الميه. يعني جمهور الاهلي ممكن يعوض غياب معظم اللعيبه الغايبه والاصابات، ممكن يبقى هو اللعيب رقم واحد في الملعب. طبعا هيفرق كتير. بس هي بدايه الماتش، يعني بدايه الماتش ان اللعيبه دي برضو في لعيبه كتيره تلاقيها تتخض اجواء كاس عالم وهتتخض شويه، لكن مع رتم الماتش هيعدي، هتلاقي الدنيا مشيت، هتلاقي الامور مشيت يعني. طيب خلينا نروح يا اسامه لتقرير عن المونديال، نطلع نشوف تقرير عن افتتاح المونديال غدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. اعتقد ان شاء الله تكون البدايه جيده في مونديال الانديه، ولكن اللي يهمنا او البدايه بالنسبه لنا اسامه هتبقى يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايك في البدايه؟ ماتش صعب. ماتش صعب. محتاج تركيز، خصوصا زي ما بنقول لحضرتك كابتن 9 لعيبه غايبين من الفرقه الاساسيه برضو. لا ماتش صعب. فربنا يكملها على خير باذن الله. عايز اكلمك عن 2 من العناصر الاساسيه والمهمه، علي معلول وديانج. 2 راجعين من منتخباتهم ما حالفهمش الحظ ان يوصلوا لابعد نقطه ويوصلوا للمباراه النهائيه. اكيد هيكون لهم دوافع جديده مع النادي الاهلي في البطوله اللي زي دي. يمكن دول هيبقوا يعني وجود علي معلول وديانج زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيفرقوا كتير معانا. يمكن هم دول من العناصر الاساسيه. ديانج خرج مع فرقه مالي من البطوله، علي معلول خرج برضو، علي معلول كان مصاب بكورونا قعد فتره ما بيلعبش. ففي دوافع، فيمكن هم دول اللي هيفرقوا، عناصر خبره، عناصر اساسيه، عناصر بتلعب، هيفرقوا كتير مع الفرقه. علي لطفي، علي لطفي بيشغل حراسه المرمى يعني مركز مهم جدا.
كلمه منك لعلي لطفي. هو علي لطفي شارك في ماتشات صعبه، ويمكن قبل كده ماتش الزمالك شارك فيه علي لطفي وصد ضربه جزاء. فعلي قادر ان شاء الله على. طيب الفيفا بيحتفل طبعا بالنادي الاهلي، ولانه اكتر نادي لعب في هذه البطوله، وبالتالي بعض التيشيرتات بيمضي عليها بعض اللاعبين او كل اللاعبين، مش بعض اللاعبين الحقيقه، مضوا على التيشيرتات ورجعت للفيفا مره اخرى احتفالا بوجود النادي الاهلي في هذه البطوله. السنه اللي فاتت واحنا كنا في الدوحه، كابتن محمود خطيب يعني كتب على تيشيرت النادي الاهلي وبامضائه، وموجوده دلوقتي في المتحف. بالمناسبه اسامه، لانه مهم جدا، لان الكلام برضو كان في الامر ده، كابتن محمود مسافر بكره اعتقد مش كده، ولا يوم اللي هو كان قايل يوم ثلاثة، يوم ثلاثة في الشهر ان شاء الله هيكون مسافر في ابو ظبي مش كده؟ ما تعرفش؟ ما عنديش معلومه. لا انا عندي معلومه، يوم الجمعه ان شاء الله هيكون مسافر. دكتور سعد شلبي قال ان هو هيكون ان شاء الله متواجد يوم 3 فبراير ان شاء الله في ابو ظبي، علشان كابتن محمود على تواصل مستمر جدا مع البعثه. ما هو ده كل المهم، كل يوم مع المهندس خالد مرتجي، مع استاذ طارق قنديل، مع الجهاز الفني والكابتن سيد وحفيظ. في دعم كبير لكل اللعيبه، ودايما في تواصل مستمر معاهم، وان شاء الله يعني يكون موجود. ان وجوده طبعا مهم، وشفناه في السفريات السابقه وفي البطولات المهمه وفي الماتشات الحاسمه وفي كاس العالم الانديه السابقه كان دوره مهم جدا طبعا. لا مش السابقه بس، الحقيقه زي ما انا بقول لك في 2005 او 2006 مش فاكر واحده فيهم، يعني 2005 كابتن خطيب كان نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، وكان معانا بيتمشى معانا في الملعب. فقال لنا يا جماعه، فشايفنا ايه اللي مصاب وقاعد واللي مش عارف، قال لك يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده على فكره يعني مش هتعرفوا تلعبوا كره تاني، يعني لما العمر يعدي وتبطلوا كره مش هتعرفوا تلعبوا كره تاني، دي الحاجه الوحيده اللي مش هتعرف ترجع لها مره تانية. فيعني الايام دي الواحد بيفتكر بقى الكلام ده، انت عارف يا رؤوف الحاجات دي لما تقعد تفتكرها كنت ساعتها بتاخدها كلام بيتقال وخلاص، لكن دلوقتي لما تقعد تفكر في الامر ده فعلا هذه هي الحقيقه. صح. طيب زي ما احنا شايفين تيشيرتات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتمضي على تيشيرتات النادي الاهلي. الاهلي هيلعب مباراه صعبه امام مونتري المكسيكي، ولكن في نفس الوقت في ظل كل المباريات اللي بتتلعب وغيابات كثيره جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي يستطيع في هذه المباراه على الاقل عندنا زي ما اسامه قال مجموعه جيده من اللاعبين اللي يقدروا يكونوا متواجدين، ولكن الخوف شويه دايما بيبقى من الناحيه الدفاعيه. يا رؤوف ايه رايك في الناحيه الدفاعيه في ظل تواجد رامي وياسر وهاني؟ هاني كان بيشارك بصفه اساسيه، صح. علي معلول بيشارك يعني، ياسر ابراهيم كان بيشارك، رامي قعد فتره بس يمكن الوحيد بيشارك على فترات بسيطه، بس رامي لعب كتير يعني. رامي من وهو صغير متصعد فريق كبير، لعب كتير، عنده من الخبرات تؤهل رامي ربيع اللي هو يعني هيأدي. فلا ما فيش قلق. يمكن كنت انا بتكلم مع الكابتن اسامه بيسالني على علي لطفي اجاد في كل المواقف الصعبه، اخره ماتش الزمالك حقيقه شارك وصد ضربه جزاء ولعب وادى بشكل كويس. انت مطمن في وجود مصطفى شوبير الفتره في كاس الرابطه ادى. طب عايز اسالك عن برضو انت بتلعب مهاجم طاهر محمد طاهر، ودور المهم جدا سواء على الطرف او سواء برضو بيشغل مركز المهاجم الوهمي زي ما احنا ممكن طاهر. يجي من الطرف الشمال او الطرف اليمين او حته راس الحربه الوهم. عبد القادر عندك في حلول، وعندك سرعات زي طاهر برضو. طاهر حسين الشحات بسرعه في المساحات، قفشه عمار حمدي لعيب كوره، قفشه لعيب كوره، عبد القادر يمكن اللي هيبقى عنده الناحيه الدفاعيه، اليو ديانج هيبقى الوحيد اللي هيبقى ثابت في نص الملعب. لكن حته القدمان الخلف احنا اعتقد هو ده الحل الامثل في ظل الغيابات اللي موجوده. واحنا بنتكلم عن القدمان الخلف وطاهر محمد طاهر بيمتاز بالميزه دي، نروح دلوقتي لابو ظبي مره اخرى، ومعانا زميلنا امير هشام ومعاه لقاء مع طاهر محمد طاهر واحد من نجوم النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يعني على هامش معسكر فريق النادي الاهلي هنا في ابو ظبي استعدادا لكاس العالم للانديه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه البطوله. معايا في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع احد نجوم النادي الاهلي المهمين جدا جدا خلال الفتره الاخيره، واللي اكيد هيكون ليه دور مؤثر باذن الله تعالى مع الفريق في كاس العالم للانديه، طاهر محمد طاهر. يا طاهر برحب بيك في البدايه. حبيبي برحب بيك وبرحب كابتن اسلام، وطبعا يعني
مشاركة تانية ليا إن شاء الله في كأس العالم. أي لعيب بيكون بيتمنى الفرصة زي دي. والسنة دي برضو يعني داخلين بطموح مختلفة، السنة اللي فاتت حققنا حاجة كويسة، إن شاء الله السنة دي إن احنا نقدر نحقق حاجة أحسن ونسعد الجماهير كلها إن شاء الله. بإذن الله تكونوا موفقين. لكن زي ما أنت قلت وابتديت كلامك، دي مشاركة تانية ليك، اكتسبتوا بعض الخبرات على الرغم من أن المشاركة الأولى ليكم في كأس العالم للأندية جبتوا ميدالية برونزية في إنجاز جيد بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره. الفارق إيه ما بين المشاركة التانية بالنسبة لك والمشاركة الأولى؟ لا في اختلاف كبير طبعا. يعني المشاركة الأولى كان حتى كتوقيت كان بقالي لسه مثلا شهرين ثلاثة في النادي، ما خدش خبرات، ما كانش لسه برضو يعني اندمج بشكل كبير جدا زي ما هو مندمج. لعيبة كلها بين عائلة واحدة وبقينا متعودين كلنا على لعب بعض، فاهمين بعض في الملعب، فدي كلها حاجات يعني هتخلي في اختلاف إن شاء الله السنة دي في الأداء مع برضو الغيابات اللي موجودة. و يعني لعيبه النادي الاهلي يعني تعوض اي حد، يعني كلنا حتى باللعيبه الصغيره قدروا ان هم يلعبوا ماتشات في كاس الرابطه وياخدوا خبرات، فان شاء الله كلنا يعني شغالين بهدف واحد ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. نقطه الغيابات هي نقطه مهمه جدا جمهور النادي الاهلي كله بيفكر فيها، الناس كلها بتقول الاهلي بيمر بظروف صعبه السنه دي في كاس العالم للانديه، اللعيبه الدوليه الموجوده على المنتخب نتمنى لهم كل التوفيق، بعض الاصابات المؤثره كمان في فريق الاهلي. انتوا كلاعبين مشاركين في هذه البطوله هذا العام ازاي بتفكروا في البطوله في ظل الظروف الصعبه اللي بتواجهوها؟ بتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه؟ عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي في الجزئيه دي تحديدا يعني. لا احنا لما اتكلمنا ما اتكلمناش كتير، يعني اتكلمنا يعني عرفنا المسؤوليه اللي احنا فيها، وبالعكس يعني ما فيش اي ضغوطات ولا اي حاجه، بالعكس احنا كلنا يعني تحس في كده روح كويسه واحساس يعني حاسين ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه. والغيابات طبعا يعني غيابات كبيره، يعني انت لما تيجي تشوف مين الغيابات سواء كاصابات او غيابات منتخب فكلها لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره، ف يعني ده ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه اي ضغوطات علينا في الحوار ده، يعني ان شاء الله نقدر ان احنا نعدي الموضوع ده، واللعيبه كل اللي موجوده هنا ان شاء الله تبقى يعني تأدي بنفس الدور وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. الناس ممكن تكون بتتكلم شويه على حته ان طالما الغيابات مؤثره وموجوده مع الفرقه فده ممكن يعطل او يقلل من طموح المجموعه اللي موجوده واللي هتشارك في البطوله، هل الامر ده حقيقي؟ لا مفيش كلام ده، يعني احنا عارفين احنا جايين لايه وعارفين احنا جايين، هي ماتشات يعني كلها مفيش ان انت مثلا هتجمع نقط او حاجه، هي هو ماتش واحد وتعديه وماتش اللي بعده وتعديه، مع الاختلاف طبعا في المستوى، مع الاختلاف في المدارس الكوره المختلفه، بس دي كلها حاجات يعني احنا درسناها بشكل كويس وعارفين الخصم اللي هنلعبه ولسه برضو هنشتغل عليه اكتر، بس لا مفيش كلام. طيب متابعين يعني الكلام برضو اللي بيتقال على بعض الغيابات الخاصه بفريق مونتري، هل انتوا بتفكروا برضو في جزئيه زي دي ولا مركزين ان انتوا نازلين مباراه عايزين تكسبوها ايا كان مين اللي هيبقى قدامكم في الملعب سواء الفرقه الاساسيه او حتى الفرقه الاحتياطيه في ظل الغيابات اللي قد تحدث في هذا الفريق؟ لا خالص، يعني انا مثلا على المستوى الشخصي انا بالنسبه لي سواء كان اللعيبه كلها او في غيابات انا بالنسبه لي هو فريق، انا ما اعرفش مين اللعيبه اللي هتلعب، يعني انا اعرف طبعا كارقام اعرف كاسامي، بس ما يعني سواء كان في اختلافات او حاجه انا بالنسبه لي انا نازل العب فريق المكسيكي، وسواء بقى كان عنده غيابات زينا او اكتر او اقل دي حاجه المفروض ما افكرش فيها اصلا، وننزل نلعب 90 دقيقة وإن شاء الله نطلع بالمكسب يعني. بإذن الله. أخيرا وأنا بختم معاك، مهم قوي إن احنا آخد رأيك في منتخب مصر، مباراة مهمة جدا بكرة مع الكاميرون، حابب تقول إيه لزمايلك؟ أنت لعيب دولي وخدت بطولة أفريقيا الشباب مع المنتخب، فإيه اللي حابب تقوله لزمايلك في مباراة صعبة جدا مع الكاميرون، وإيه الرسالة اللي أنت حابب توجهها؟ لا أنا يعني كلنا طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وبطولة طبعا يعني ظروف صعبة بيمروا بيها هناك، بس إن شاء الله هم قد المسؤولية، إحنا أكيد بنساندهم، بس إحنا برضو هنا عندنا يعني شغل بتاعنا وهدف بتاعنا، فمش هقول لك يعني مش هنتفرج أو حاجة، أكيد هنتفرج وأكيد بنتمنى لهم التوفيق، بس إحنا برضو هنا في يعني في حرب بتاعتنا برضو يعني.
باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. واخيرا حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ بقول لهم يعني لكل الجماهير طبعا الموجوده في ابو ظبي، يا ريت طبعا نشوفكم كلكم في الاستاد يوم السبت. ولجمهور الاهلي عامه ان شاء الله نقدر نفرحكم بالبطوله دي. السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نفرحكم بمركز ثالث، وان شاء الله السنه دي يعني مش هنبخل باي نقطه عرق، مش هنبخل باي حاجه، وان شاء الله نقدر نساعدكم يعني. بنشكرك يا امير، شكرا جزيلا، وكل التوفيق لطاهر وكل لاعبي النادي الاهلي. وان شاء الله يا طاهر يعني جمهور النادي الاهلي هيكون موجود ان شاء الله يوم 5 يوم السبت القادم امام مونتيري، الاهلي امام مونتيري، وهتلاقي دعم ومؤازره ومسانده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. رؤوف، عايزين نروح بقى لمنتخب مصر. واحنا بنقول منتخب مصر بكره عنده مباراه مهم امام الكاميرون، وايضا منتخب الكاميرون من المنتخبات القويه. شايف حظوظ منتخب مصر بكره ايه؟ يعني انا شايف اللي هو ده الاختبار الاول اللي هو الصعب لمنتخب الكاميرون ومنتخب مصر. شايف كله بيقول كده يعني. انا شايف الكاميرون ما لعبتش حد صعب يعني. انا شايف فريق الكاميرون 2 لعيبه، فينسنت ابو بكر 6 اهداف، وايكامبي 5 اهداف. حقيقي يعني هم الفرودين، هم عنصر الخطوره في منتخب الكاميرون. هو كل لعبات الكروسات والاطراف لفينسنت ابو بكر، واحنا لينا طبعا ذكرى مع ابو بكر ده في الجون الثاني في 2017 في النهايه، هو اللي جاب فينا الجون الثاني الماتش اللي خسرنا فيه 2-1. لا هو بيلعب هيدرز غير طبيعي الحقيقه، مش طبيعي، بيقف جدا، بيقف في الهواء، التايمنج بتاعه كويس، ولا وبيطلع وبيوجه في زاويه، لا وبيوقف، ده بيقف في الهواء ده في الماتش اللي فات طلع بواحده في دماغه مش طبيعي. وكامبي ده برده اللاعب كويس، هو بيجي من على الطرف اليمين ومن الطرف الشمال، جايب 5 تجوان برده. زي ما انت حاطط لنا من يعني تشكيل الاهلي المتوقع من وجهه نظرك، ما تحط لنا تشكيل منتخب مصر ممكن اللي يكون الاقرب بكره لمواجهه الكاميرون. ابو جبل، فتوح، منعم، عبد المنعم والوينش، وفي نص الملعب حمدي فتحي طبعا، والسوليه والنني، عمر كمال بكره، وعمر كمال ما فيش غيره بعد ثابت اكرم توفيق، محمد صلاح ومرموش ومحمد شريف. محمد شريف ده انت رحت الحته خارج التوقعات مكان مصطفى محمد، محمد إن شريف. انت طبيعي تلاقي فرقه الكاميرون بكره بتضغط، هتلاقي في مساحات، انت محتاج سرعات قدام. وجهه نظر برضو احنا قلنا وجهه النظر دي في بقى لنا فتره يعني. مش احنا، كل الاعلام الرياضي كان بيقول ان مصطفى لعيب جامد جدا وكل حاجه، بس ما فيش حد يعمل له كروسات، ولكن كان هو مصر عليه. وانا لما سالت الحقيقه اسامه واحمد في الموضوع ده قالوا لي ان هو لانه مصطفى محمد بيرجع يلعب مع الدور الدفاعي أيوة. ومصطفى بيؤديه بشكل رائع، اتقال لي كده. طب يا كابتن، ما محمد شريف ممكن طبيعه محمد شريف اصلا طرف، فطبيعي هينزل زياده في نص الملعب، فمتعود على الحته بتاع نص الملعب. محمد شريف في فرقه زي الكاميرون، فرقه تضغط، فرقه على جمهور وروح اقول لكارلوس كيروش بقى هنعمل ايه؟ هتلاقي في ضغط، هتلاقي في مساحات، يعني هتلاقي في مساحات كتيره في فرقه زي الكاميرون بالذات، هتلاقي في مساحات عكس فرقه المغرب. لكن الكاميرون هتضغط، عايزين يجيب جون من البدايه، هتلاقي في ضغط كل ما الوقت بيعدي. طبعا هو هتلاقي في هم اللي عليهم الضغط، هم اللي عليهم الضغط، هم اللي عليهم الضغط، هتلاقي في مساحات. فاتت ربع ساعه نص ساعه، هتلاقي في اندفاع هجومي رهيب، طبعا هيبقى في مساحات كتيره. طب ازاي نتغلب على الاجهاد بقى؟ انت لاعب خارج من ماتشين 120 دقيقه، هو فريق مريح لاعب قبلك بيوم، ازاي تتغلب على الاجهاد ده؟ برافو عليك يا اسامه، لانه انا في عمر كمال بالمناسبه واحنا بنتكلم، عمر كمال لو تاخد بالك في اخر تلت ساعه في المباراه مش قادر، لا تحس ان اللعيب اللي بيلعب عليه متفوق عليه سرعه، ومع ان اهم ما يميز عمر كمال السرعه. فبالتالي ده واضح ان هو اجهاد. فده كان بيحصل في اخر تلت ساعه حتى في المباراه كلها يعني. وبالتالي هل ده ممكن يؤثر بشكل سلبي؟ اعتقد يا كابتن مع الرطوبه هناك، درجه الحراره هناك 40، مع اللي احنا لاعبين ماتشين ورا بعض، كوت ديفوار والمغرب، اكسترا تايم وضرب، يعني الموضوع صعب برضه يا كابتن. وهتلاعبوا الكاميرون، والكاميرون مريحه ومتعودين على اجواء هناك. تغلب على الموضوع ده ازاي بقى؟ ازاي؟ نتغلب يعني؟ لازم نقف شويه، مش لازم اندفاع هجومي برضه من البدايه، يعني في باص، في يعني اعتقد الكوره تمشي، لازم الكره اللي تمشي، مش عاوز سرعات. عمر كمال من البدايه شغال على الطرف رايح جاي، مش هيكمل. نفس القصه فتوح، يعني اكتر اتنين عليهم دور بكره هتلاقي فتوح يا كابتن وعمر كمال، ان كل لعب الكاميرون من على الاطراف، ان كلها كرات عرضيه للاثنين اللي هو فينسنت ابو بكر وايكامبي. طب الكرات الثابته بالنسبه لنا ممكن تكون مهمه؟ يعني احنا سجلنا منها في السودان، سجلنا منها في مباراه المغرب، محمد عبد المنعم
ممكن الكرات الثابته تخلص مباراه زي دي برضو؟ وارد، بس برضو ارجع اقول لحضرتك يا كابتن المكسبنا بكره في المرتدات، في المساحات اللي هتكون في المساحات اللي هتبقى فاضيه في ظهر الكاميرا. اه طبعا يبقى هيلعب بمرموش بقى، لانه ما هو مرموش كده ده موجود. انا كنت بشوف انه ممكن يلحق بتريزيجيه او يبدا بتريزيجيه شويه، ما اعرفش ما اعرفش ايه وجهه نظرك. لا ممكن يبدا بتريزيجيه وممكن يحط مرموش راس حربه. يعني ممكن يلعب تريزيجيه طرف وصلاح. لا ما اعتقدش ان هو مش من نوعيه الناس اللي بتغير كتير، يعني لو غير هيغير واحد بس. ده كان قبل كده بيغير وبيغير في المراكز كتير، لكن هو من مباراه كوت ديفوار اتعاقدنا مع مدرب جديد. اتعاقدنا والله العظيم فكر جديد وبقى بيثبت التشكيل بس هو يعني احنا ما غيرش غير واحد كده. مصطفى وهيلعب مرموش راس حربه وتريزيجيه طرف. يعني واحد بس اللي اتغير مصطفى محمد. ومرموش برده راس حربه. ما خلي بالك ده كنا بالنادي بيه من كاس العرب وفي اول بطوله ثبت التشكيل وكل واحد في مكانه. مصر كلها مصر كلها بتنادي بايه؟ تثبيت التشكيل. كل واحد يلعب في مكانه. لا والتشكيل معروف. يعني انت لما تيجي تتكلم تريزيجيه مكان عمر ولا عمر مكان تريزيجيه بس؟ بقيت التشكيل معروف. حجازي، منعم، فتوح. بصراحه فتوح برضه اللي بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا في هذه البطوله يا رؤوف. بص يا كابتن، نجم الماتش اللي فات ماتش المغرب احمد فتوح. اه بصراحه هايل هايل. لا بقى عنده ثقه كبيره. برضه ارجع اقول يا كابتن اسلام الماتشات. لا بس انا متخيل ان الناحيه الدفاعيه تطورت بشكل كبير. فجأة لقينا أحمد فتوح بيعرف يدافع كويس جدا، بيدافع وبيهاجم وبيروح ويجي. لا يعني خلي بالك أنت النهارده بتكلم على كل لعيب. شفت محمد عبد المنعم لعيب صغير 22 سنة يعني من هنا لهنا على طول، يعني أساسي وما شاء الله. الناس بقى بتقعد تقول لي إيه، أصل أنا أنت لما تيجي تقعد تفكر في محمد عبد المنعم ده تحديدا تعرف إن هناك استراتيجية في النادي الأهلي تخص النادي الأهلي وتخص المنتخب. بمعنى ما هو محمد عبد المنعم ده لعب في ناشئين النادي الاهلي ولا مش ناشئين النادي الاهلي؟ صح؟ طبعا. ايه اللي حصل؟ لعيب كويس وكل حاجه، ولكن محتاج ان هو يتم ثقله. فبيحصل ايه؟ فطلع اعاره سنه، رجع قال لك لا نطلعه تاني، طلع تاني، وبعدين طلع تالت، وبعدين خلاص المدير الفني قال لك انا عايز ده. فاهم؟ فبالتالي ده استراتيجيه. ما هو دي الاستراتيجيه اللي كنا بنتكلم عليها في اول السنه لو تتذكر. ان احنا قلنا يعني شوف محمد عبد المنعم في سموحه السنه اللي فاتت يا كابتن. بالظبط. كان دي بدايه التالق بتاع محمد عبد المنعم في سموحه. ده ليه؟ لعب خلاص، خد خبرات. خد خبرات. هيرجع خد الخبرات تقل. لعب ماتشات كتيره. رؤوف شرفت ونورت يا رؤوف، يعني سعداء جدا بوجودك معانا. والحقيقه دايما بنبقى سعداء بوجود كل نجوم النادي الاهلي متواجدين في بيتهم داخل شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا رؤوف، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. طيب انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله بكره هيبقى هننتظر بكره اسامه هننتظر ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله بعد المباراه نحتفل ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبكره مش هنطلع الساعه 10 بكره طبعا كلنا هنقعد نتفرج على مباراه منتخبنا الوطني الساعه 9 ان شاء الله في الوقت الاصلي الساعه 11 زي ما يطلع بقى. يا رب تنتهي في الوقت الاصلي. لو انتهت في الوقت الاصلي هنكون مع حضراتكم الساعه 11، لو ما انتهتش في الوقت الاصلي هنكون مع حضراتكم بعد نهايه المباراه ان شاء الله. يا رب تكون احتفالات. اسامه بقالي كتير قوي ما شفتكش وما قعدناش مع بعض النهارده قدام ملايين الجماهير اللي بتشوفك، يعني سعدت جدا بوجودك معايا. وطبعا ده برنامجك، انا بشكرك دايما بتكون موجود معانا وبنسعد بيك. انا اللي بشكرك كابتن اسلام، شكرا جزيلا. ويعني استمتعت معاك بالحلقه ورجعتنا للذكريات الحلوه، ذكريات مونديال كاس العالم للانديه 2005 و2006 والذكريات الحلوه. ان شاء الله بكره يعني او يوم السبت بكره ماشي مصر وكاميرون يبقى وشنا حلو، ويوم السبت ان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي ويبقى فيه انتصارات للكره المصريه. منتخب مصر بيمثل مصر، والنادي الاهلي في البطوله القادمه ايضا بيمثل مصر. احنا كده خلصنا البرنامج؟ لا ما خلصش البرنامج. امال ايه؟ يعني معانا بقى المتالق متالق زميلنا محمد فارس اللي برضه يعني هنشوف عنده الكثير والكثير دلوقتي. يعني بنقول لكل جمهور النادي الاهلي خلوكم معانا، خلوكم مع شاشه الاهلي، ما تروحوش في اي حته بعيده. معانا زميلنا محمد فارس، اتفضل يا فارس. اكيد بشكر كابتن اسلام وكابتن اسامه وكابتن احمد، اكيد استمتعت زي ما انا استمتعت بيهم، دايما بيمتعونا. وان شاء الله الاهلي في المونديال يحقق اللي احنا بنستناه. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره اخرى في الاهلي في المونديال. يمكن قبل ما نبدا حلقتنا
حابب أكلمكم عن ليه النهاردة شريك الرحلة أحمد أسامة صديقي وأخويا العزيز مش موجود. يمكن أحمد وهو جاي الحلقة اتعرض لحادث مروري، الحمد لله هو كويس ودي أهم حاجة، ولكن ما قدرش يكون موجود. كل تمنياتي ليه أنه هو يكون في أفضل حال، وإن شاء الله هتشوفوه في مكانه قريب جدا زي ما أنتوا بتحبوا تشوفوا الثنائية دي اللي دايما هي كمان بتحب تكون موجودة معاكم بالتركيبة اللي أنتوا تعودتوها والتركيبة اللي أنتوا بتحبوها، يعني ظرف عارض. وأنا أكيد قبلكم حابب أسمع صوت أسامة النهاردة واطمن عليه. إزيك يا أسامة؟ لسه أسامة مش معانا بس أكيد هيكون موجود معانا عشان نطمن عليه. تمام، أسامة رجع معانا. إزيك يا أسامة؟ طمنا عليك ويا رب تكون بخير. أكيد الناس كلها حابة تطمن عليك كالعادة، بفتقدك وكالعادة دايما بنكون مع بعض. إن شاء الله الحلقة الجاية نكون مع بعض في أقرب وقت. حبيبي يا فارس، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المستمعين. الحمد لله، يعني خير الحمد لله، يعني حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعله، الحمد لله رب العالمين، أنا بخير الحمد لله. الحمد لله يا أسامة، إن شاء الله هننتظرك كلنا نكون موجودين مع بعض الحلقة الجاية، وبإذن الله دايما كده نكون سوا، والحمد لله إن أنت كويس ودي أهم حاجة. الحمد لله يا حبيبي، والحمد لله يعني كويس إن أنت كلمتني عشان برضو يعني لو حد يطمني يبقى الأمور كلها خير. الحمد لله أنا بخير، حاجات بسيطة وكلها كله خير الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا أسامة، ليك وتقدم حلقة إن شاء الله مميزة بإذن الله. إن شاء الله يا صديقي، ومنتظرك أكيد الحلقة الجاية في الأهلي في المونديال بإذن الله. حبيبي خير، اطمننا على أسامة في بداية حلقتنا. انتوا تعودتوا تشوفوا الثنائية فارس وأسامة، أسامة وفارس كالعادة بنكون معاكم، ولكن كمان حابين نطمن على النادي الأهلي. النادي الأهلي في المونديال، النادي الأهلي في المونديال المرة دي الأمور مختلفة، ويمكن الصحف الأجنبية أو الصحفيين الأجانب ويمكن أماكن كتير جدا معنية بالغيابات والحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي في المونديال ده يمكن أكتر من ناس في مصر. أكيد اتكلمنا وقلنا إن مصلحة منتخب مصر هي ليست في سبيل المقارنة، مصلحة منتخب مصر أولوية، وإن شاء الله نحتفل بالمنتخب المصري بكرة ونفرح بتأهله ليكون إن شاء الله مستحق، لأن لديه كل القدرات على الكاميرون. ولكن النادي الأهلي بيعاني، دي حقيقة لا تقبل التشكيك. النادي الأهلي بيعاني من غيابات، بيعاني من إصابات، وكمان النهاردة المستجد الجديد وهو إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا. كل ده كان ليه أصداؤه من بعض الصحفيين الأجانب خارج مصر وكتير جدا من الصفحات، واللي حابين نبدأ معاكم ونشوف كانوا بيقولوا إيه. عندنا سايمون ستون أحد الصحفيين الكبار، وده شيء مهم جدا ان يكون في المستوى ده من التفاعل، وان انت تسمع الكلام ده بيتقال من صحفي كبير في البي بي سي له حواراته وصولاته وجولاته ولقاءاته مع كبار المدربين والشخصيات الرياضية على مستوى العالم ورؤساء الاتحادات. قال ان الاهلي لديه غياب افضلية، او لديه شكل من اشكال غياب العدالة يعني في هذه المسابقة. طبعا يتحدث عن كأس العالم للأندية، لديهم 6 لاعبين في منتخب مصر الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية، ولو منتخب مصر وصل للفاينل وده بنتمناه إن شاء الله هيكون ده بعد المباراة بتاعة الأهلي ومونتيري. أعلم أن الجدول مزدحم، ولكن مسابقة مثل كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية ينبغي أن تحظى كلاهما بالاحترام أو الانضباط، وده شيء مهم جدا، وده كلام مهم جدا يا جماعة، لأن البعض بيتغافل الظروف اللي رايح فيها النادي الأهلي، وأنا بشوف إن ده مش صح. أكيد بنقول النادي الأهلي بمن حضر، وأكيد عهدنا بالنادي الأهلي إنك هتفضل تحاول. تيشرت النادي الأهلي اللي اتعلمنا منه من على مدار أجيال، مش بس وقعة 85 واللعب من الناشئين في كأس مصر أمام نادي الزمالك، ولا مباراة الكونفدرالية الشهيرة، ولا حاجات كتير جدا مرينا بيها في تاريخنا ده النادي الأهلي. ولكن الأهلي بمن حضر ده جزء من شخصية النادي الأهلي، بس مش معناه أبدا إن في ظروف كنت ممكن أنت تبقى أفضل فيها. الأهلي بمن حضر يعني كل من سيرتدي تيشرت الأهلي سيقاتل إلى آخر
لحظة وآخر قدرة يمتلكها، وده اللي احنا بننتظره إن شاء الله من لاعبينا ومن الفريق. ولكن كمان مهم إن احنا نرصد بعض الغيابات وبعض التفاعل مع الأمور بشكل موضوعي. الناس هنا يا جماعة بتلقي الضوء على شيء موضوعي وشيء مستحق للنادي الأهلي. أفريكا فاكتس قالت أيضا كلام مهم جدا عن اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي، وده شيء مهم إن احنا نشوفه خارج مصر بيتم إلقاء الضوء عليه. قالت أن الأهلي مجبر أو سوف يخوض مسابقة كأس العالم للأندية في غياب 8 لاعبين من أكبر وأهم اللاعبين إذا وصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية. قالت كمان بيرسي تاو وبدر بنون تعرضا للإصابة، محمد الشناوي، حمدي فتحي، عمرو السلية، ومحمد شريف، وأيمن أشرف، وأكرم توفيق، جميعهم يشاركون في كأس الأمم الإفريقية. ده مهم كمان إن احنا نشوفه، مهم جدا نعرف إزاي الصحافة الأجنبية والمواقع الأجنبية بترصد ده، وكمان الصحفيين الأجانب، لأن مهم تعيشوا الحالة اللي النادي الأهلي فيها، واللي كان لازم أيضا كتير جدا داخل مصر يتكلموا فيها بموضوعية. كلامك عن ما يعانيه النادي الأهلي لا يعني أبدا التعارض مع المنتخب، لأن احنا أكبر داعمين وأول داعمين للمنتخب. وعلى فكرة النادي الأهلي لما بيدعم المنتخبات بيدعمها بجد مش بالكلام، ولا بيغلب أي مصلحة غير منتخبات مصر، وده اللي شفناه حتى في كلام النادي الأهلي اللي بيتنفذ فعليا. كمان لو رحنا وشفنا النهاردة ماذا قيل خارج مصر عن إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، أيضا هو جزء من معاناة النادي الأهلي الفنية. ليه؟ لأن اتقال النادي الأهلي سوف يعاني من ضربة جديدة كبيرة في كأس العالم للأندية عقب إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، وده مهم جدا إن احنا نقف عنده. ليه؟ طبعا كامل التمنيات لبيتسو موسيماني بالشفاء، ولكن بنقف عنده إن كمان الناس رصدة إن ده جزء كمان من المعاناة بتاعت النادي الأهلي، وكأن المصائب لا تأتي فرادة في هذه البطولة الغريبة الحقيقة. يعني أنا شفت مواقف كتير جدا تعرض فيها النادي الأهلي لحظ صعب شوية، ولكن يمكن أحيانا كان بيكون الأمور لقرارات تأديبية تربوية أو غيرها، ولكن فكرة عدم وجود لاعبين مع إصابة لاعبين، حتى أنت بتيجي تشوف شيء قدر، يعني محمد شريف موجود مع المنتخب نتمنى له التوفيق والمشاركة وإن شاء الله يرجع متوج مع منتخبنا الوطني، ولكن كمان بيرسي تاو بيكون هو رقم واحد عندك في البلان البديلة، فبيكون وجه الدهشة إن بتلاقي كمان بيرسي تاو بيصاب. سافر مع البعثة وأنا أتمنى إن هو يتعافى ويشارك، ولكن كمان بتحس إن الأمور كده كلها لما تشوف كمان إصابة بيتسو موسيماني فتبدأ تحس إن لا، البطولة دي يعني ظروفنا فيها صعبة جدا جدا جدا. عشان كده والله أنا مقدر جميع اللاعبين، وبتمنى إن شاء الله إن هم نكون كلنا وراهم، نكون في كل الأحوال بنرفع عنهم الضغوط وبنقول لهم إن احنا منتظرين منكم إن انتوا تحققوا مفاجأة، لأن فعلا لو قدرنا نتغلب على مونتيري في ظل هذه الظروف هتكون مفاجأة جيدة جدا. طب جمهور النادي الأهلي يسكت؟ لا، جمهور النادي الأهلي ما بيسكتش، جمهور النادي الأهلي عارف إمتى يدعم وإمتى ينتقد وإمتى يكون هو الجمهور المحرك لحاجات كتير جدا. جمهور النادي الأهلي دايما بتلاقيه في التوقيت، دايما بتلاقيه في ظهرك، دايما لما تحس كده ان الامور بتبقى صعبه عليك وبتقفل في وشك بالبلدي زي ما بنقول، لا، بتلاقي جمهور النادي الاهلي بيضم ويلم، دايما الكلمتين دول بقولهم، يعني جمهور النادي الاهلي بيضم ويحاوط عليك قصاد اي مشاكل، وكمان يلم اي مشاكل ويلم اي ظروف. ده اللي شفناه لما شفنا هاشتاج النهارده بيتصدر تويتر، وهو ان بيتسو وي تراست، نحن نثق في بيتسو موسيماني. وتصدر تويتر النهارده على مستوى مصر: جماهير النادي الاهلي المصري تساند المدير الفني لفريق كره القدم بيتسو موسيماني بعد اصابته بفيروس كوفيد 19. ده اللي كان بيدور النهارده جمهور النادي الاهلي من خلال صفحات، كل الصفحات،
يعني انا شفت كل الصفحات الكبيره على تويتر شاركت، اغلب جمهور النادي الاهلي كان حابب يسيب كلمه ان نحن نثق في بيتسو. وهذه رساله دعم يا جماعه مش فنيه، والله دي رساله دعم معنويه اكتر، ان في اللحظات اللي زي دي وتحس ان المدير الفني بيفقد ادواته، كمان بيصاب هو نفسه بفيروس كورونا، فانت لا بتقول له احنا جنبك، احنا معاك، احنا حاسين باللي بيحصل. ودي رساله كمان للنادي الاهلي، جمهورك معاك وجمهورك في ظهرك وجمهورك مستني منك كتير، لان انت النادي الاهلي اللي عودتنا على الكتير وما نقدرش نتعود منك على غير كده، لانك انت النادي الاهلي. طبعا كمان لو بنتكلم على الجمهور ودور الجمهور، الجمهور مش بس يا جماعه في مصر، كمان الجمهور بره مصر وفي كل حته، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، دي مش مجرد كلمه، لا دي حقيقه. وعشان كده معانا احمد العمده احد مؤسسي رابطه مشجعي الاهلي بالسعوديه، اللي هنتكلم معاه ونساله بعض الاسئله المهمة جدا اللي تعرفكوا يعني ايه جمهور النادي الاهلي في اللحظات اللي زي دي. ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذ فارس، يعني اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي، قناتنا الحبيبة. انا سعيد جدا بالتواجد معاك، واكيد كان نفسي اسامة يكون موجود معانا، ولكن ان شاء الله قريبا يكون معايا. انا ان شاء الله انا حابب بقى اسالك، اولا انا عرفت ان انت مسافر كاس العالم للاندية في ظل الظروف الصعبة دي، اللي ممكن المشجع يفكر للحظة خصوصا يعني يقول النادي الأهلي مسافر في ظروف مش هي الأفضل، أنا ممكن ما سافرش لأن مش متوقع أفضل نتيجة. بس اللي أنا عرفته أن أنت بتفكر بشكل مختلف وأنت شايف الأمور بشكل مختلف، حابب أسمع منك شايف الأمور إزاي وإيه اللي خلاك تفكر في الفكرة دي؟ والله يا أستاذ فارس، يعني الأول طبعا يعني هي الظروف اللي حاصلة دلوقتي مش هنتكلم بقى فنيا وكل حاجه، الناس قادره وعارفه كل حاجه فنيا، كمان الظروف يعني اصابات الكورونا، اصابه بيتسو موسيماني زي ما حضرتك قلت من شويه اللي هو الهاشتاج المتصدر تويتر ام بيتسو وي تراست، فالموضوع فعلا من كل النواحي كان صعب على الفريق. بالاضافه لكده كمان ظروف السفر من دوله لدوله والامور اللي حضرتك عارفها وكل الناس عارفاها، موضوع الكوفيد 19 والكورونا في كل مكان والاوميكرون، ومع ذلك برضو انت لازم تفكر بشكل مختلف، لانه ده اكتر وقت النادي محتاج فيه الدعم. يعني احنا ممكن نتكلم نقول في الماتشات المهمه وكل ده مفيش مشكله، بس الاهم بقى في وقت الازمه، وقت الازمه مش وقت الانتصار، وقت لما يكون الفريق كله مكتمل. يمكن احنا مش بعيد عن ذاكرتنا كمان، يعني حتى لو اتكلم فنيا، ماتش الاهلي والزمالك الاخير اللي كان في رمضان اللي فات في الدور الاولاني، الفريق برده كان غايب عنه 7 من عناصره الاساسيه او اكتر شويه بالظبط، وخلينا نقول انه برده اللعيبه حتى اللي كانت لاول مره تشارك، علي لطفي اللي كان جاي من بعيد، واسماء كتيره الحقيقه كانت على قدر المسؤوليه ومستوى المسؤوليه. فاحنا يعني ريجاردلس بقى مين اللي هيشارك، احنا عارفين ان اي 11 لعيب ان شاء الله هيكونوا في الملعب وبيحملوا اسم النادي الاهلي وبيلبسوا قميص النادي الاهلي هيبقوا ان شاء الله على مستوى المسؤوليه، واحنا لازم ندعمهم ونقف وراهم ونبقى في ظهرهم، لان ده الوقت الاهم للدعم، مش الوقت الاهم للدعم اللي الفريق يكون بينتصر دايما ويبقى كل الفرقه كامله وكل الناس ملتفه وراه، انت لازم تبقى موجود في الوقت اللي فعلا هيبقى صعب التواجد فيه. بص، هي رسالتك دي بالنسبه لي ما يعرف بالجين الاهلاوي، هو الجين الاهلاوي كده، هو ده قدرنا كاهلاويه وطريقه تفكيرنا، ان بالعكس احنا بندعم اكتر في الصعب، بنبقى موجودين اكتر في الصعب، يا اخي بنحب الاهلي اكتر في الصعب، يعني تحس ان الموضوع معانا غريب جدا. وعشان الصعب حابب اسالك عن ايه اكبر ذكرى كنت فاكرها للنادي الاهلي كمشجع بقى في لحظه صعبه؟ والله هو النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف يعني يا استاذ فارس، عودنا دايما على ان هو بيحل المشاكل كلها وان هو بتاع الصعب، ووقت ما تحس ان الدنيا بعيده قوي لا بتتحل وبيبقى فعلا بالاراده وكل حاجه. المواقف كتير الحقيقه، يعني لو اتكلمنا عن مواقف كماتشات او حتى كمواقف كتير قوي، لو جبنا اخرها اللي هو من حوالي شهر ونص لو ماتش السوبر، الناس كلها خلاص يعني بتفقد الامل الا مشجعين النادي الاهلي، الناس كلها بتقول الماتش خلص الا مشجعين النادي الاهلي ما بيفقدوش الامل، بيبقى لاخر لحظه متمسكين وعارفين ان شاء الله انها هتيجي. وذكريات كتير احيانا، يعني هقول ماتش السوبر لانه فعلا يعني في ظروف صعبه، في ماتشات حصلت قبل كده زي الكونفدراليه وعماد متعب، زي جول ابو تريكه طبعا في الصفاقسي، في ذكريات كتير تحس انها كانت بعيده قوي، بس باصرار لعيبه النادي الاهلي ودعم الجمهور والايمان في ان احنا قادرين ده اللي بيفرق. انما انا هقول الموقف الاخير ده لانه كانت فعلا الظروف صعبه، كان في برده نفس القصه، اللعيبه راجعه من البطوله العربيه، عندك اصابه قبل الماتش
يعني فعلا تحس ان في ظروف جايه على الفريق، انما فعلا الرجاله قدها ان شاء الله، واحنا ان شاء الله ان شاء الله هنكون يعني على قد المسؤوليه، وان شاء الله ان شاء الله هيكون النادي الاهلي دايما اسمه حاضر. ومش هنقول بقى يعني الناس اللي كانت بتتريق شويه تقول لك يلا مش الاهلي بمن حضر، لا هو فعلا الاهلي بمن حضر، وان شاء الله الاهلي في كاس عالم الانديه هيكون اداء مشرف كالمعتاد. ان شاء الله يا احمد استمتعت جدا بوجودك معايا، وان شاء الله اللقاء يتكرر. شكرا. حابب بقى اقول لكم ليه كان السؤال عن الصعب، لان للامانه لو سالت اي مشجع اهلاوي هتلاقيه بيستحضر كده لحظات صعبه كتير في تاريخ النادي الاهلي كان الاهلي حاضر فيها. المره دي القصه اصعب، والمره دي القصه من اصعب المواقف، ولكن امل المره دي ان احنا واحنا بنضيف تاريخ كتير جدا من الصعاب اللي تخطاها وتعداها النادي الاهلي بفضل الجين الاهلاوي نضيف فيهم مباراه الاهلي ومونتيري. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم والاهلي في المونديال. طبعا لان الاهلي في المونديال حابين نرجع كده بذاكرتنا لحراسه مرمى نادي الاهلي في المونديال، ونشوف حراس الاهلي في كاس العالم للانديه ومشاركتهم. عندنا اول حارس كابتن امير عبد الحميد، لعب 6 مباريات استقبل 6 اهداف. كابتن شريف اكرامي 4 مباريات استقبل 9 اهداف. كابتن عصام الحضري 3 مباريات استقبل 3 اهداف. وكابتن محمد الشناوي 3 مباريات استقبل 2 ورجل برونزيه كاس العالم للانديه الماضيه. محمود ابو السعود 1 مباراه استقبل 2، ونادر السيد 1 مباراه استقبل 2. ده بالنسبه لحراس النادي الاهلي. كمان تاريخ الفرق المشاركه في البطوله الحاليه، تشيلسي شارك 2012 خسر اللقب امام كورنثيانز، وبالميراس شارك في 2020 حقق المركز الرابع. طبعا كان النادي الاهلي حقق على حسابه المركز الثالث. ومونتري 4 مشاركات في 2011 و12 و13 و19، وزي النادي الاهلي حقق المركز الثالث في مرتين، حقق المركز الثالث في 2012 و2019. والجزيره شارك في 2017 وحقق المركز الرابع. طبعا دي بالنسبة للفرق المشاركة اللي في البطولة. حابب بقى أتكلم عن حاجة مختلفة، وهي إعدادات مونتري. طبعا مونتري فريق مميز جدا، لأنه كمان ممكن نتائجه في الدوري كتير جدا بيستند ليها ولكن بتكون خادعة. ويمكن ناويين إن شاء الله ندخل أكتر ونعيشكم في أجواء الكرة المكسيكية قريبا بتجربة تكونوا سعداء بيها. ولكن اللي حابب أقوله إن ما تقدرش تحكم من خلال الدوري المكسيكي، لأن حتى في المواجهة اللي خسر فيها النادي الأهلي بنتيجة كبيرة أمام مونتري كان الفريق أيضا في ترتيبه متأخر في الدوري قبلها، لأن الدوري المكسيكي ليه كده قواعد، بتلعب دوري الشتاء ودوري الصيف، دوريين مختلفين، والترتيب بيتاخد الفرق بتلعب 8 فرق بيلعبوا زي مباريات، الأول بيقابل الثامن والثاني بيقابل السابع وهكذا، فهي رحلة طويلة جدا لحد ما تخرج ببطل الدوري. فلا، مونتري فريق قوي، ترتيبه في الدوري مش مقياس، عنده لاعبين كتير دوليين، بنشوف لاعبين في منتخب الأرجنتين زي ميزا، لاعبين في منتخب المكسيكي 5. وبالنسبة لفريق مونتري هتلاقوا أغلب لاعبيه معاه، يعني ما أعتقدش هيكون في غيابات، حتى اللاعبين اللي بيشاركوا مع المنتخبات هتلاقوهم موجودين مع مونتري قبل البطولة بيومين. وفي النهاية إحنا في كل الأحوال فريقنا بيعاني من غيابات واضحة، ومونتري ممكن يعاني من غياب لاعب أو 2 بسبب الإصابة، فده مش اللي هنقدر نبني عليه. إحنا هنبني على حاجة زي ما قلناها، هنبني على فكرة ثقتنا في نفسنا، هنبني على فكرة إن إحنا التجربة دي متحررين من الضغوط، ولكن عندنا ثقة في إن إحنا نقدر ونحاول. وزي ما قلت، أتمنى نضيف في تاريخ الصعاب اللي قابلنا كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي وكان رجال النادي الأهلي قدها، المرة دي نكتب حاجة جديدة استثنائية وهيكون لها طعم مختلف. زي ما قلت، الأهم إن إحنا نحاول. حابب بقى قبل كده ما نختم معاكم أتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر بكرة إن شاء الله عنده مباراة مهمة جدا، يعني أصبحنا النهاردة يعني إن شاء الله نعبر الكاميرون ونوصل للنهاية. عايز أقول إن المنتخب له مني كل التحية، رجال بمعنى الكلمة.
المعاناة اللي عناها المنتخب في البطولة دي يمكن في بطولات كتير جدا من زمان ما شفتهاش. احنا رجعنا سنوات ولكن منتخب مصر فعلا رجالة. لما بتشوف اللاعبين في بيعملوا ريكفري بتاعهم في براميل، ولاعبين بالحجم ده من التاريخ، والحجم ده ايضا من فكرة الالقاب، والحجم ده عندك لاعب هو مصنف من افضل اللاعبين على العالم، وكان موجود من افضل ثلاثي على مستوى العالم. ولكن الفكرة ايه؟ الفكرة ان اللاعبين دول عايزين يعملوا حاجة، بانت في مباراة كوت ديفوار، وبانت أكتر في مباراة المغرب، لأن البطولات اللي زي دي تصنع بالإصرار. البطولات اللي زي دي تصنع بالإصرار، ولو اتكلمنا عن الإصرار، لأ، الإصرار فكرته موجودة في عقلية أي مصري، وشفناها من اللاعبين. كمان حابب أقول إن منتخب الكاميرون البعض بياخد كده إحصائية أنا بشوف فيها شكل كبير جدا من أشكال المغالطات، وهي ان يجي يقول لك ده منتخب الكاميرون عنده 19 تسديده على المرمى من لاعبين بس، على الجانب الاخر منتخب مصر كله عنده 20 تسديده. لا، الاحصائيات يا جماعه ما بتتقاس كده، والارقام في كره القدم ما تتقاس كده. ارقام في كره القدم هو مش تحليل طبي رقم مجرد، لا ابدا، ارقام في كره القدم هي مدلول. منتخب بوركينا منتخب الكاميرون قابل مين؟ عندك المباريات الصعبه تكاد تكون مش موجوده غير مباراه بوركينا. انت عندك منتخب الكاميرون مباراه زي فريق منظم زي الراس الاخضر اتعادل فيها، فاز على جزر القمر وهي بتلعب من غير الحارس بتاعها، ولاعب هو اللي بيقوم بدور حارس المرمى. اذا ما اقدرش ياخد ده انديكيشن ابدا لقوه منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون تخطى جامبيا اللي هي اول مره في تاريخها بتشارك في البطوله. اذا الارقام يا جماعه مش مجرد رقم، الرقم مدلول. منتخب مصر قابل مين؟ قابل نيجيريا، واحد من المرشحين للبطوله. منتخب مصر قابل مين؟ قابل كوت ديفوار، فريق قوي جدا، أقصى الجزائر وفاز عليها بنتيجة كمان كبيرة، ومشواره في البطولة كان قوي ومميز. منتخب مصر قابل مين؟ قابل المغرب اللي هي كانت عقدة تاريخية ونتائجنا معاها سلبية وقدرت تفوز. إذا لما أجي أخد أرقام تسديدات على المرمى ما أقدرش أخدها كرقم بس من غير مدلوله، لأ، منتخب مصر تخطى فرق كبيرة وفرق صعبة وفرق فعلا كانت مرشحه. وانا بقول الثلاث فرق نيجيريا كوت ديفوار وايضا المغرب، الثلاث فرق كانوا مرشحين للقب في رايي فنيا على الاقل داخل البطوله. على الجانب الاخر منتخب الكاميرون كل الفرق اللي قابلها كان ليدنج عليها وليه الافضليه. اذا لما اتكلم في ده اوصل لقناعه تامه، وهي ان منتخب مصر بكره اذا توفرت الظروف العادله وحط تحتها مليون خط له الحظوظ وله الأولوية وله الأفضلية، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله منتخبنا يصعد للنهائي أمام السنغال، وتكون بقى بروفة لمباراة الصعود للمونديال اللي هتجمعهم أيضا في التصفيات من خلال مباراتين. دي كانت حلقتنا، وده كان اللي معانا النهاردة، أجواءنا مع الأهلي في المونديال أو أجواءنا مع منتخب مصر. بنتمنى للاتنين التوفيق. أيوة يا جماعة، مصر والأهلي، منتخب مصر والنادي الأهلي، هتلاقي الاتنين دايما بيجسدوا ليك معاني الحب، معاني الانتماء، معاني الجمال، معاني كل شيء له علاقة بالانتصار. نشوف النادي الأهلي في انتصارات، ونشوف منتخبنا في انتصارات، ودايما أيامنا في الكرة المصرية تكون سعيدة، لأن الكرة المصرية هي كرة رائدة لها مكانتها الكبيرة جدا. وإن شاء الله نلتقيكم ومنتخب مصر متوج في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. تصبحوا على خير.